أهلا وسهلا ومرحبا كما يقولون باللغة العربية التي يحبها الضيف الأول السي بعزيز، مرحبا بك. مرحبا أخي. تعرف العربية. شكرا على استضافتك الكريمة. أحسنت. كان معنا وجه فني كبير ثانيت هو السي محمد مازوني، مرحبا بك. يبارك فيك، شكرا. أشكرني شباب نسقسيكم. راك هايل، راك هايل، راك حطة، راك هايل. كيما الجبة الجزائرية. قبل ما نزيد نقدم الزوج واحد اخرين، نقول لكم راكم في الجزائرية نيوز ويكاند، وين المعلومة والأخبار تعالج بطريقة أخرى ذكية ومرحة. اليوم قررنا ما نجيبوش رجال ونساء السياسة لأنه علينا من السياسة، لكن راح نهضروا على السياسة مع الفنانين. بس الخير، مرحبا بك عبدو سمار ألجيري فوكوس. مرحبا بك يا مصطفى بجزائرية. يعطيك الصحة، مرحبا بك يونس صابر وشريف ميني ويكاند. الزول مصطفى، الزول كل المشاهدين تاعنا لا يشوفوا فينا مليحة تاع الزول يا بربرية في خاطر حمادة شادي. أيوة. تراث وطني، تراث وطني. يلا نبدأ باللولة، سبع معلومات في سبع أيام مع عبدو سمار. البداية عبدو راح تكون بطائرة إير ألجيري، وقيل مازالها راكدة في بروكسل ولا جابوها. والله فايتون كبير، سمعنا هذا صرا فايتون كبير. احنا عم بالناك إير ألجيري، المشاكل تاع ألجيري تحبس غير في الصيف. قلنا الصيف كاين غاشي، صار لها مشاكل، ونا اون غروند كوميونيتي ان ايترونجي بين 2 ملايين و 3 مليون دارجيري يحبوا يدخلوا. المرة هذه الصيف جاز، انا في ديسمبر فان داني صارت مشكل. سمعنا بالجمعة اللي فاتت طيارة إير ألجيري بلوكي سيزيا بروكسل اون بلجيك. واش صرا اكزاكتومون؟ الناس بزاف ما فهموش. Elle est alors vous savez exactement, je ne fais pas mieux. Alors en Belgique, on parle de Sisi. Amar Roul, le gouvernement algérien, il dit que non, elle a été retenue. Le problème c'est qu'elle a été retenue cette semaine. Alors elle a été retenue cette semaine, qu'il y a une décision, je ne fais pas mieux, de la Chambre de commerce internationale de Genève. Il y a tant une décision, qu'elle tombe les tailles à l'Algérie, mais elle ne pas. Alors parce qu'il y a une problème d'une facture d'une Algérie, une des chaînes qui est KRBV, qui est dirigée par un homme d'affaires algérien qui vit à Bruxelles ou en Hollande. هذه الشركه راهي تسال الجيري 2 مليون دو دولار. هو هو نرجيريان اللي اسمه اكزاكتومون اسمه حميد كربوا، عايش في بلجيكا وفي هولندا. سي ان دافير كي ريوسي اون هولندا اون بلجيك، عنده ان كونترا مع الجيري. لو كونترا ما حبوش يخلصوه 2 مليون دولار. المشكل اللي ان بو تقني باش نفهموه، حطوه في واحد الكونت سابال ان كونت اسكرو، سي ان كونت كي كودي و نورمالمون كو ارالجيري. باش نتفاهموا، ماشي اسكرو. لا ماشي اسكرو، اسكرو سي با اسكرو. الاسكرو هذا مالغري مالغري ما فهمت اسكرو دخله فيها، دخله ان بو فيها الحكايه ما فرتش. وما ديك المشكل كبير، صار مشكل دبلوماسي، لانه في الطياره هذه كاين لو كونسيي دو بريزيدون مكسيكان اللي عرضته السلطات الجزائريه باش يحضر واحد الملتقى في الجزائر. دوكو زيد وزاره الخارجيه دخلت روحها، دوك راهي متشربكه الطياره. نورمالمون تدخل بالاربعه وما دخلتش، بالك تدخل بالنورمال، بالك تدخل بالخميس، مازال ما عرفناش وين راهي. قريت، سامح لي، قريت في واحد لاشين بلي خلصوا 2 مليون دولار. الوغ كاين بزاف المعلومات اللي يضربوا. لا دانيغ انفورماسيون ار جي ما حبش تخلص، وبعد كي درت ضجه اعلاميه كبيره ونوم دافير تكلم اكسيتيرا، قال لك نخلصوا، بصح نضمن الطياره ما تروحش حتى كي لو فيرمون بات افيكتوي. اسكو لايت افيكتوي؟ مازال ما على باش حد الان. نسال، سمح لي، انا ما تبعتش هذه القضيه يعني بالضبط. البروبليم جاي يعني من الجزائري للجزائر، ما بين جزائري والجزائر. لا لا، لا سوسيتي، لا سوسيتي الجزائري حاكمها، سي با سوسيتي الجزائريان، سي سوسيتي بلجو هولنداز، عايش في بلجيك في هولندا. الشخص هذا جزائري. ايه جزائري. أصل اصوله جزائريه. صح، اصوله جزائريه، والقضيه مع إير ألجيري، دونك جزائري مع الجزائري. سي بايتونو زيد. سي بايتونو. شابه هذه. سي بايتونو. سي بايتونو، عندك 2 مليون دولار اللي حصلوا بهم. حبسها هنايا سي بايتونو، والله ما تقدر تزيد حتى حاجه اخرى. يلا نجوزوا 400 مليار سنتيم شيخنا اللي راح يروحوا باش يديروا اقامه دوله واحده اخرى. وين؟ في تلمسان. في تلمسان. لا لا، وحده في تلمسان. اوفيسيال هذه، اوفيسيال حقيقة. في تلمسان يعيطوها اكزاكتومون لا فيلا ريفو. وشنو هي لا فيلا ريفو؟ لا فيلا ريفو سي اون زون شلالاستي، تعرفوا لالاستي، جاي من جوا لالاستي. زمان كانت نعيطوها اون زون دو فيليجاتور، الناس يروحوا تما باسكو لا ناتور فيرت والغابه اكسيتيرا. في 2008 كي رئيسنا بوتفليقه راح تما بالاطار تلمسان كابيتال لا كولتور اسلاميك، حابوا يديروا ان نوفو كومبلكس بريزيدونسيال باش كي يجوا لي غران ديليغاسيون ديبلوماتيك يجوا يعيشوا في الغرب ولا يشوفوا يفيزيتوا الغرب الجزائر يقعدوا فيها. المشكل وين راه؟ سكي عطاو الكونترا هذا سوسيتي ايجيبسيان اسمها عرب مقاولون العرب، واحد ان غران ارشيتكت ايجيبسيان حكمها اللي هو عباس محسن، كان حيبني قصر شباب طريقه فاطميه. المشكل هو باللي في 2008 بدا البروجي ب 100 و 100 اكثر من 100 مليار،
سيدي 1 مليار دو دينار. اليوم رانا في 2014 ما كاين ني ريزيدونس ني فيلا ني دي نيجيب. من 2008 حتى 2014 هم لي طرافوك تشوفوا فيهم الفيلا الحبسة والبودجي لا ايتي كودروبلي بار 4 اوني ا 400 مليار دو سنتيم. والناس قاعد تلمس انا تسقسي وين راهي هذه لا ريزيدونس. وانت سؤال انت واش راح لك فيها خاطرش سي اون ريزيدونس بريزيدونسيال اللي مشكل واش سي اون بون كيسيون دابور سي لارجون بوبليك دراهم الجزائري ودراهم الشعب الجزائري. حنا نفرحوا كجزائريين يكون عندنا بل ريزيدونس افيك ان ستيل فاطمي في تلمسان. ولكن ماذا بينا جوست 100 مليار سي ديجا بوكو 400 مليار سي ديجا انورم لو ديري نا با ايتي ريسبكتي. الفيلا ما باناش لارشيتكت ما شفناش برك نقرر برك نعطيكم معلومات في ميم الولايه او مومون الناس عم تبني في ريزيدونس دو لوكس في تلمسان كان سبيطار كاين امتيت كار نحكي لكم برك الحفر تاع لا كارو كاين امتيت كار فيروفير صغيره داخله في لافي تاع تلمسان حبوا يديروا نوفو ترا يجي من وهران سيدي بلعباس لتلمسان ولوم يدخلوه يخرجوه من لافيل بور دي غونزورجي لافيل. حبوا يقعدوا ما حبوش يبنوا نوتر كار قالك ما عندناش دراهم باش يبنوا كار جديده خلاو لا كار القديمه والترا راح يجوز على واحد ان بارك ناتورال اللي اسمه عين فزه وين كاين لي فاموس غروت دو عين فزه بارمي لي بلو غروند بلو بيل غروت دو موند حيدوز عليها راح يكسر توت ان بارك ناتورال. على رجلي بروبليم هذه رجعوها كاع بصح بصح هذه بون رمارك خويا هذه بها نقدروا نبدلوا الاغنيه تاع تاع بعزيز اللي يحكي على موريتي ندوروها تلمسان الاغنيه دوكا نزيدوها نزيدوها وانت تحكي على التقشف. لا 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 ندخل بعد امتيمو انا نظن البروجي ما سمعت به شخصيا بان نعلق عليه انا اليوم سمعت به انا نعطيكم معلومات انا بارك الله فيك كيفاك مطلع ما شاء الله هو صح في شر البروجي هذا يا لو كان يعني جا في تيزي وزو كا وصدق كا وجد علاش علاش دونك نهضروا لا رياليتي ولا نخرجوا ما يكونش عليه تعليق ديجا راك جبت لنا تعليق واحد اخر عليه القضيه وين بيتها كاين واحد السوء تفاهم يا كاك شوز من حين لاخر توقع في هذه المشاكل هذه راني شغل ما بين الولايات راهي كاين فيها فيها وعليها. انا عندي معلومه تحب نعطيها لك راني جايه خليه يكمل لي بوست كلي اللي قابضينهم اصحابي يعني لو كان من هذه الجهه على الاقل يعني نهضر على الناس النزاهه اللي يخدموا ما عنديش المعلومه 100% كيف راهو حابس ليه وانما لو كان كانت في هذه الناحيه أمني يوجد يعني تيزي وزو نعطيك الرسمي او الصطاد تاع تيزي وزو عنده شحال من بداو دونك هنا تولي فيها سابوتاج انا ندير غنيه انت شفت دير غنيه اللي يديروا ريزيدونس تاع البريزيدون في تيزي وزو تحوس المشاكل 80% شادين لي بوست كلي كامل من تيزي وزو اي بصح هذه حاجه اخرى بصح لا لا خلاص يا شيخ تفهمنا نديروها لا كارت لا لا نبدلها انايا احنا نقولوا برك باللي بلي 400 مليار يا استاذ يا سي عزيز نقدروا نديروا مناصب شغل كبيره ونديروا كار جديده ودي زوزين واحد اخرين. او المخير المخير سمحوا لي سمحوا لي المخير هنا انه في تلمسان ريزيدونس وفي الغوات المستشفى مسكين. فوالا جوستومون من تلمسان نهبطوا للغوات، الغوات 400 كيلومتر سود دالجي، كاين واحد المستشفى اسمه الدكتور مستشفى الدكتور سعدان، سان رينا مع سعدان لونسيون ترينور، مستشفى دكتور غوركوف. رابطة الحقوق رابطة الدفاع عن حقوق الانسان راح دارت شتكوا بزاف الناس من هذا لوبيتال، وعلاش شتكوا بزاف؟ باسكو لو 14 و 16 ديسمبر دارني دو بيبي ماتوا. على جال لي موفيز كونديسيون دوسبيتاليزاسيون تما لازم نعرفوا في السبيطار هذا برك كاين زوج كاين دو ميدسان برك دو ميدسان يخدموا في السبيطار لو سيرفيس دي فوا مساكن هذو لي دو ميدسان تنمو هذا سيرفيس سيرفيس انفون سيرفيس بيدياتري سيرفيس ماترنيتي دو ميدسان برك اي سون تنمو دي بوردي مساكن كو دي فوا اي سون اوبليجي يخدموا 24/24 ومن بعد لازم يدو دي جور دو كونجي عندك دي فوا دي جور سبيطار هذا السيرفيس ما فيه حتى واحد دو بيبي سون مور اوني اون 2014 يا جماعه في 2014 جزائريين اولاد الجزائر العميقه ام يموتوا باسكو ما كانش طبيب وما كانش سبيطار نقي عبد الرحمن ماشي غير الغواط لو كان تشوف حتى المستشفيات تاع الجنوب تقريبا كلها راهي في وضعيات كارثيه حاله الغواط في بارتي دو سود ارجين حاله الجنوب حاله ماساويه ورابطه الدفاع عن حقوق الانسان تيغي لا سون دالارم وحنا ماذا بينا اليوم ندو نداء لوزاره الصحه يا جماعه شوفوا الحل هذا المشكل هنا اللي لازم هنا اللي لازم يدخل الروح النقديه تاع الفنان لا هنا انا موافق مع الاخ في هذه شوف وحتى يعني شوف جات من عندك يعطيك الصحه يعني هذا النداء يكون ان شاء الله يوصل للمعنيين بالامر قضية يفو با ديزيسبيري سامحني انا ما جي جامي ديزيسبيري هنايا كلمة معنيين بالامر تقلقني ديجا شكون مثلا شكون هما شكون هما بعزيز مباشرة وزير الصحة الوزير الصحة دوكا عمل نداء يعني
نجم نقول الشيخ ديالو الاغنيه يا وزير الصحه يعطيك الصحه. يلا 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 يا وزير يقوم بهذا الواجب. يعني والله هذه فاجاتني هذه الامورات اللي يعني الصحافه المكتوبه. وانا برك ندير ملاحظه شيخنا ب 400 مليار يقدروا يبنوا بالك اربع مستشفيات في الغوط. دونك ما نقدرش نديزيسبيريو باسكو لو بودجي كاين درام في البلاد الحمد لله. على بالك يا شيخ باللي تالمون الحاله راهي غاليه في الجزائر حتى واحد ما لحق يشري واش او باغي يشري. الوغ من هذا الجانب بدا ما يسمى بيوم وطني بدون شراء في 20 ديسمبر. 20 ديسمبر حتى واحد ما راح يشري حويجه. الوغ نورمالمون وي داروا واحد لاسوسياسيون اللي اسمها معروفه باكو سمعتوا بها لاسوسياسيون جينيرال دو بروتيكسيون دي كونسوماتور. دارت نداء باش 20 ديسمبر 20 ديسمبر بروشان اون جورني سون اشار. واش معناتها لو كونسيبت اون جورني سون اشار؟ هذا سي ان كونسيبت انترناسيونال سي با ان كونسيبت ارجيريان اللي داروه في 1992. سي ان كنديان اللي داروه في كندا شاف بلي الكابيتاليزم والامبرياليزم وتوت الانفلاسيون اكسيتيرا. قالت اون بو با يعني سي زوين مي كدوش مي اون بو با كونتينيو ا سوبير. دار هذا الكونسيبت من 1992 دار على كاع الموند انتي. واليوم دخل الجزائر وين الجزائريين حبوا يديروا يفو بو. قال لك سي كوا لو برينسيب طونك يا دي بري سون شير والبطاطا ولات ب 15000 وما على بالناش القلعه تو لي برودوي اونغمونتي دو مانيير انيسبليكابل. قال لك يا خويا حنا بويكوت غير نوبليج انا رجعي نروح نشري البطاطا ولا نشري تشري لو 20 ديسمبر ولا ما تشريش بازيس. انا قلت لك الحق جدوت باللي سافا تخين ريوسيت حتى ولا موافق معاهم سي بيان مي بون يشريو يشريو يبط يشريو يشريو يموت يشريو ان شاء الله يوفقهم ربي. انا شوي داكور افيك او كون فاس اون اكسيون كوم سا وكاع مي جو كرو با لي موديل امبورتي مزاير امام لوتر. شكيت راح يشري شيخنا راح تشري. انا ندير ريزيرف اليوم ندوبلي. اليوم تشري توجد كيف كيف هذا كيما قالش بعزيز. يعني بون il y a d'autres problèmes plus profonds que ceux-là. Ça veut dire que le problème il est profond. Mais ça il faut le prendre. Mais ma initiative. Quel problème كبير problème درهم اللي راهم في خزائن البلديات والولايات. Au moment où les gens disent بلي on a besoin d'argent باش نطوروا les infrastructures publiques etc. نعطيكم بك معلومات بلي في بلادنا في عدد كبير من الولايات والبلديات كاين دي مليار قاعدين في الكاس. عندكم من اكزومبل اقبو مدينه اقبو في بجايه مكلاسيا 22 فيل بلو ريش دالجيري. اقبو باسكو عندها زون اندستري اكسيتيرا عندها في لي كاس 300 مليار بالله بالسلامي المقران نقول له راني جاي كاين سمعت هذه المعلومه. مليحه هذه كمل لك استاذ. عندهم في لي كاس 2013 300 مليار دو سنتيم بوندون 2013 ما ديبونساوش غير 27 مليار دو سنتيم. اقول لك البلديه ما عندها دي شارج ما عندها اسباس فير ما عندها باش دو جوناس اكسيتيرا. هذا الفينومين واش يعيطوا له اون ابل سا سي فينومين بزاف الجزائريين ما يعرفوش ولكن حنا اون سوفر سي فينومين دي بودجي نون كونسومي سي ان غرو بروبليم بيروقراطي للجزائر يمنع الجزائر من التطور. نعطيكم برك دوطو ارقام ودوخا باش تفهموا الفينومين. 2014 الوالي تاع الوالي بويرا الى ريكونو الى افوي قال لهم يا جماعه اون ا كونسومي اونيكمون 40% من البودجي تاعنا. ولاد بومرداس الوغ ولاد بومرداس فيها واحد القرى واحد المدن متخلف واحد سو ديفلوبمون اللي راهو فيها ايزون ديبونسي كو اونيكمون 40%. 2011 جوست بور رومونتي ان بو لا ولايه دو بومرداس لا ميم شوز 70% برك 70% دو بودجي نا با ايتي كونسومي. زيد نكملكم لا ولايه دو كونستانتين 2010 42% دو بودجي اونيكمون الا ايتي كونسومي. وكان في تيزي وزو كان ديبونساوهم 100%. أسير لا 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 ما كاش ولايه. انا سقسيت درت تحقيق تاعي نعطيكم برك معلومه باش نفهموا مليح الفينومين. درت تحقيق تاعي وعيطت لبعض لي شيف دو كابيني في الولايات كلمت معاهم مع ديوالي قلت لهم بركون اسو فينومين ما كاش ولايه في الجزائر اللي تصرف كاع دراهمها. وعلاش؟ باسكو الوالي عنده واحد الصلاحيات نفهموا الوالي عنده صلاحيات رئيس الجمهوريه صح بصح ماشي هو اللي يخير مدير الصحه ماشي هو اللي يخير مدير اشغال عموميه ماشي هو اللي يخير مدير البيع اكسيتيرا سكي في كونديدون دي بروجي. لو كان المدير هذاك ما يخدمش خدمته هو ما يقدرش يحاوزو لازم حتى يجي الوزير باش يحاوزو. دوكو تو لي بروجي سون بلوكي والوالي ما يقدرش يمد دراهم دوك لي بروجي سون بلوكي. انا نظن ان نجاوبك على حسب مفهومي يا جو مو ترومب جو سي با. هذا الظاهره كانت في التلفزيون يعاود يدير شاكاني في ديسمبر يرجعوه باش المدير قال ليطا اون جينيرال قال هذا نتهلا فيه شوف الفنانين كامل فرحوا ونرجعوا هذا المبلغ دونك هذا نقارديوه ربما هذه الظاهره عمت اللي جينيراليزي اكتيفمون. جوستومون كنت نتكلم مع واحد كنت نقول له علاش ما مش يديروا لي تورني الاخر باسكو تروح لي ميري ولي زابيسي يقول لك ما عندهمش لي بيجي كوميتي فات وكاع يقول لك ماشي علي انا ما انا على بالي بالبيجي ولا بلا بيجي ما نغنيش. عندهم ولكن ما كان لي شونتور كاع يشتكيو ما يخدموش يغنيو باسكو يقول لك زمان الشيخ
مالغري واسمو كانت لي دايره ولي ولايه وما عندهم بيجي كوميتي تفات صح انت كاع لي كوميتي تفات يقول ما يخلوكش تغني انت مازال مازال ما يخلونيش نغني السلطات العموميه المعنيين بالامر ما يخلوش ما سمعتهاش هذه حبيت توضح لي ما فهمتش وضح له لا لا حبيت نقولك عليه بيجي هذا ضحك عليا انا مش من السلطات اللي يمنعوك المعنيين هذه اسمح لي هذه اسمح لي ما لا شوف نتحداك في التلفزيون كي راك تهضر على السلطات هيا دير لي حفله لا سيمان بروشين في اخبار واش كنت تقول تعرف الناس كاع لي ديسيدور هنايا هيا دير لي حفله التلفزيون شوف وانا نقابل نغني باطل ونجيب لي ميسيان تاعي باطل بارتون الجيري بارتون الجيري تهضر على التلفزيون الام احنا الزينه شويه لا ما يحكيش على التلفزيون سامحني الشيخ نوضح لك الامر باش تواجبوا مليح هو قال لك باللي المعنيين بالامر اللي حكيت عليهم انتيا او ما يسمى بالسلطات العموميه ما يخلوش بعزيزي يغني وتحدى وقالوا كان تجيب لي تورني ابارتي دو لا سيمين بروشين لا لا باطل بالميسيان تورني تورني ماشي تورني واحد برك في الجزائر جيب لي واحد اسيدي قال لك يا اخي كنت تعرف تاع السلطات ما نهضرش مع السلطات ما يقدرش واحد نتحدى اي مسؤول يمنعني ولا يمنعك انا الوالي شكون اللي قال لك ما يا شيخ اول مره هما ما يمنعوش الشيخ هما ما يمنعوش ديريكتومون ما يقولكش هذا ممنوع بس باغ اكزومبل انا ديرنيمون جو فولي فير ان سبيكتاكل دوموندو لي زورغانيزاتور قالوا جيب لنا اوتوريزاسيون من ستاد لانتيريور علاش راح ندير انا واسمو حطاب انا راح ندير راح ندير مع باليش راح ندير ميتين صدف هذا العام لا انا نقول لك انت ما سمعتهاش انا سمعتها خاطر انا كتبنا عليها انا عندي ربع سنوات ما غنيتش في الجزائر خليني نقول لك 10 سنوات ما منتا شيخنا راك تخرج وتبدا وراك انت كي يعرضوا المشاريق جامي يعيطوا لك شوف لي انا ما انا ماشي لا ما حبستش عندي لاكتيفيتي تاعي رانا في الانترنت راني في الخارج الدخل اللي عيط لي مرحبا كما عيطوا لي لبيت الدعوه صافي فريمون بليزير انا ماشي معنيين بالانترنت انا عرضني في واحد الحصه كذلك نمشي لعنده ان شاء الله ان شاء الله شيخ حلف في الانترنت بصحه سيرتو في الانترنت هادي نستعرفوا بها الانترنت اللي تاعك راه ندير الحمد لله يعني انا فنان يعني بسيط ربما كاين فنانين يسبقونا وانما نرجعوا للاخ هذا راه عزيز علينا راه عنده شعبيه لا الشيخ كيقول لك كي نقول لك منعونا بسم منعوني 10 سنوات عندك باري كري ما يعطيوكش يكري لا ما 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 كاش قانون ما لا عيطوا لي غني لا 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 صح الشيخ ما لا نتحداك في التلفزيون غدوه انا نخلص لا صاله شوف واش تجيب لي غدوه تجيب لي بالزيان باطل دير لي حفله السمانه الجايه صح ما غلطتش كي قلت حاجه قبل ما نبدا وقلت هذا لو مسيو هذا اللي انتيليجون اي مالان علاش يعني ما بين كنت نسمع في واحد الاغاني يعني غير نوعا ما ستيل يعني في الطريق الصحيح سامحني انا ماني قلت ولا شيء شوف من مثل شوف لالجيري لا بيزوان دو سي زونفون اي بصح شي راه لي زي زونفون سامحني شويه فلوس وانا راني مع الانسان اعطي له امثله اعطي له امثله جورشي عطينا امثله شيخ امثله انا ما عنديش باري كريم ممنوع ما شتهاش انا عندي تاع كشيخ كنت تغني تاع طفي الضو ودوك راك تعطي دوسيات الاحزاب الشيخ انا عندي تاعك ونغنيهم ماشي تاعي هذيك ما لا ما تقوليش لا لا ماشي تاعي طفي الضو انا عندي اغاني هضرت عليها شيخ لا لا ماشي خلينا انا صديق بصح خلينا شيخنا شيخنا الميني جيب هذه شوف الميني جيب طلعوها الجماعه كانت وزاره الثقافه في الاردن المجري تغنيتها لا صح سمعتها ولا ما سمعتهاش مليح وين غاديه بالمي شوف ثنائي هي ستوديو وين لا نقول الكلمه تاعها وين غاديه بالمي انا ديو يلا يعاونك بعزيز وين غاديه بالميني جيب في هذا الريح ما حشمتي ما قلتي عيب تقول لي بالك تطيح نقول لها ما نطيحش راني في غبينه بهدلتينا عريانه تمشي في المدينه ما عملتي مليح تقول لي يا خويا برك ما تلوم خاف من الله هذا هو التقدم وانا وعليه التقدم نقول لها في العلوم صح معليش الباس كيجي من بعد وحنا نحتاجوا يعني نحتاجوا بنتنا تكون مثقفه انا عشت في باري على نزوغ غير بالفرنساويه نزوغ حتى بالجزائريه كي غنيت ترافولتا كوميك ترافولتا خوك فاتك خوك جيبها لي شويه جيب لي شويه لا لا باش خوك ترافولتا خوك ترافولتا وساكن بوردار مجنطه
نشرب في فونتان نرجع فيك يا بنت الناس. اكسيت اكسيت لا لا تعجبني يا شيخ. نقول لك علاه علاه تهم فيا يا شيخ. قول لي لا 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 صراحه وانا نحبك مع مرور الزمن ما كانش اللي يقبض لك مطرق وما تقوليش عندك كاين قانون. نتحدى اي انسان بعزيز عنده قانون رسمي قال ممنوع هذا فو ارشي فو اللي ما كانش اللي يمنعك. ما كانش ما يعطيكش جوزات جوزات شي توا مي بصح صح صح في هذا الجانب صح ما كاش ما كاش. شوف بداها من رئيس الجمهوريه من البوت نتحدى اي انسان من البوت فريقه حتى اللي البلونطو تاع تاع التلفزيون بن فليس سامحني اي ما كاش منها. هذا هذا هو الواحد انا علاه شوف قالوا مازوني ما اكسبولسي كيفاش قالوا هذا قالوها بزاف دعايه مشات تقبل اليوم فرنسا هذيك تاع فرنسا ما كاش منها ما كاش اللي يعني قلتها رزق باباه. انا مجاهد عندي زوج خالتي شهداء يعطيك الصحه يوري لي لاكت نوتاري باللي رزقوا لاجيري بور ميكسبيتي. ما تبكيش بنتي نشري لك الماروتي تلعبي بها في الدار سمعي كلمه زوني راك غلط هذه لا لا شيخ اسمح لي ما كاش منها والله. شوف لا لا في الديمقراطيه لا ديجا شوف راك غلط يا شيخ لازم لك يا شيخ كل فرونسيون لازم لازم لك اوتوريزاسيون لا 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 خلي بعزيزي ريبوند اجي سونتر سير لو بلون بوليتيك بالك على الاحزاب ماشي حزب السيد هاشم يا شيخ لازم لك اوتوريزاسيون تاع الولايه الشيخ بور لو برينسيب موافقك واشك تهضر سي با ان بروبليم مي تعرف هنا ما يديروش بالاوراق ما يقدرش يحب يعطيك سيليبريتي يرجعك سيليبريتي يعطيك واسمو انا يكسرك من ما يعطيكش الصاله ما يخليكش اسمو ما يعطيكش زوتوريزاسيون وعلى بالك دوك كاع قاعه الحفلات اذا بارتينا ليطا ما تقدرش تدي بريفيت واسي وحدك. انا عندي فلوسي حبيت نغني بدراهمي كاش واحد يسالني لا لا شفنا مي مانو بور اون كيستيون زعما سيكوريتير يقول لك تدي لي زوتوريزاسيون مينيستير دالانتيريور والدنيا هذه هي عندهم عفايس وين يمنعوك باغ اكزومبل تجيب لي تحب كاين اللي يحبوا يمدوا له كاين اللي ما يحبوش عزيز نخلوا هذه من جهه ونعاودوا ليها نرجعوا ليها نرجعوا ليها بصح في البرانسيب لك تقول عليها انا موافقك نختموا بك شيخنا 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 معليش نعاودوا ليها مع نور الدين بالغالي دوك نحضروا لك حاجه ورواح والله جيب لي خدمت مع نور الدين بالغالي قبل ما يحبسونا هذه يعني شيخنا معليش نعاودوا نولوا ليها نولوا برك لواحد الحادثه صارت في الجزائر في كره القدم يا سلام وين نهار مات إيبوسي لاعب شبيبة القبائل لاعب الكاميروني تاع شبيبة القبائل هذاك الوقت كان ضجة كبيرة بون قالوا سولون لو رابور تاع الأونرجيري في الجزائر داروا واحد الرابور قال لك سوا ديزون مات ضربوه بحجرة طاح في راسه بعد مات لا فامي تاع إيبوسي في الكاميرون سبت اللي فات داروا كونفيرونس دو بريس وخرجوا لا كونتر اوتوبسي داروا اوتوبسي عندهم مع عند ميدسان فرونسي اكسترا في الكاميرون داروا اوتوبسي با خرجوا نتائج كومبليتوم ديفيرون شنو كان يحكونا في الجزائر دونك حتى كي يبوس حتى ان جوار دو فوتبول ما قالوناش الحقيقه على واش قالت لوتوبسي كاسكالادي اكزاكتومون قالت لك باللي هذا سي ايبوسي مات افيك 5 ليزيون كونستاتي يعني 5 ليزيون في راسو اون بليس صابو عنده دي بليسور في لي زيبول يعني على حسب لو ميدسان في الكاميرون قال لهم هذا امبوسيبل السيد هذا يكون مات بحجره على حسبهم على حسب لوتوبسي اللي داروه على الكور تاعو ايبوسي حكموه في لي فيسيال تاع تيزي وزو وضربوه باش يكون مات هاي لا اوتوبسي اللي لا راح يلحق واحد لافير تاع سي بلو غراف سي كي اون بلو غراف يعني باش نلبسكو عليها حصلوا سي تري فاسيل داكوزي لو بوبليك نطرح عليك سؤال مباشر اسكيان كومبلو هل هنالك حاجه يطبخوها ضد شبيبه القبائل الوغ جاسكا انا ليا شخصيا المعلومات اللي عندي جاسكا سي كلوب كي ديرونج على سي كلوب كي ديرونج باسكو بلا ما نقول اسامي جاسكا سي كال بلون ديرونج نحكي لكم سؤال جاسكا سي كلوب كي ريفوزي داتر فوندو ان اوم دافير بروش دو ريجيم بروش دي زوتوريتي بريميرمون donc ça a dérangé. Deuxièmement, GSK symbolise quelque part les supporters de la GSK qui ont joué contre le printemps berbère, etc. Donc il a un symbole ce club-là. Plus c'est un club qui est très enraciné en Kabylie. Alors, pour le moment, un joueur il meurt dans cette hadik, انا صح انا شخصيا نتسائل بزاف اسئله و جو دوموند فريمون الوزاره الشبيبه تاعنا ديروا لونك. نعرفوا بلي محشري في حناشي مقرب من شخصيات مقربه من السلطه اسمح لي جي اس كا يقولوا بلي با حناشي سي سا ليغور لا جي اس كا نو سيزون با حناشي جي اس كا اكبر من حناشي يا حبيبي جي اس كا تاريخ جي اس كا يخدموا حناشي صح ما غنيتوش بين زوج على جي اس كا انا غنيت جي اس كا بين زوج يا سبحان الله واش قلت لا غنسيتها انا ما غنيت نسيتها كنت نجيب برك باش نختم برك المعلومه هذه يفو سافوا بلي ايبو سينو كي مات الله يرحمه يخلصوا يا دي زاندمنيزاسيون بور مومون لا فامي تاعو لا توشي اوكان سنتيم. اوكي نختموا بهذه ونروح معكم مباشره للميني ويكاند اين سنتحدث عن بعض المعلومات المتعلقه بالواقع الجزائري. ميني ويكاند يونس صابر وشريف.
ميني ويكند سي المازوني، شكرا على حضورك، شكرا على حضورك سي بعزيز مصطفى، بارك الله فيك. بدون مقدمات سينو شكرا على خروجك ديريكت. أنا جايك صح، أنا جايك باش شيت الناس. يلا روح مشاهدينا، مرحبا بكم. وأزول لسي حماده وعلاش، لأنه دار جدل كبير هذا الأسبوع، هذا دار تصريحات خطيرة، هي الأولى من نوعها في الجزائر منذ تقريبا سنوات كبيرة. وكان نشوفوا هنا في الصورة خلا واحد الميساج في الفيسبوك وين اتهم فيه الكاتب الجزائري والروائي كمال داود، وكما راكم تشوفوا نشوفوا باللي قال عليه زنديق، كافر، متصهين، الله يبارك، وشنو تاني، يحارب الإسلام واللغة العربية ويعادي أبناء أهل الإسلام، ودار قجا كومونيكي وين دعا فيه إلى قتل كمال داود يعني علنية هكذا. وبعدها زاد دار اتصال مع قناة تلفزيونية خاصة، ما أقول لكم شكون، لكن هاد القناة جوزت لبروبو تاع حمداش، وزاد أكد على أنه يدعي النظام الجزائري أن يطبق حكم الإعدام على حمداش. هاد القضية خدت بعد كبير في الريزو سوسيو، مثلا عندنا بيتيسيون اللي تسينيت في الانترنت لحقت 20,000 توقيع لطالب بمحاكمة حمداش بتهمة دعوة إلى القتل. هذا شيء خطير جدا. وحمداش راح بعيد في السنوات الأخيرة هذه، وين كفر العديد من الشخصيات منهم وزراء كما عمارة بن يونس وحتى خالدة تومي وأيضا بوراوي، واختمها بكمال داود. وبلا ما نساوي يعني اللي كفرهم في الغيبية، يعني غير هذو اللي شفناهم بالك سمعنا وش قال، يعني دار دوك نسمعوا وش قال. لكن قبل هذا الشيء حمداش تكلم على وزيرة الثقافة الحالية وهددها مباشرة في مسيرة من المسيرات. نقول لوزيرة الثقافة الجديدة، إذا كان الأمر منك فهذه حرب على الإسلام وعلى ملة التوحيد. الله أكبر. وإن كانت ممن يأمرك فهذا عدوان خطير على الجزائر من أجل إدخال ملية اليهود من جديد إلى بلادنا. الله أكبر. الله أكبر. الله يبارك، عنده صوت قوي ويهضر بزاف بيدو. دوك نعاودوا على لي جاست هادو تاع يدو، لكن قبل هادشي ما نساوش باللي كمال داود دار تصريحات. مي هل فعلا حمداش طالع على التصريحات تاع كمال داود؟ حنا نخلوكم تشوفوا التصريحات تاعو وحكموا اسكو قال حاجه خطيره ولا لا. نصرانا شفنا وحرنا، شفنا واش قال الاول واش قال الثاني، وحنا في الجزائريه سبق انه جبنا كمال داود للجزائريه وسقسيناه على اللغة العربية وعلى الدين، وكان عنده نفس التصريحات أين يقول أنه لازم يكون عندنا نظرة نقدية للأشياء، نديروا مسافة علمية للنقد. وشفنا تصريحات حمداش اللي يقول لازم نقتلوا كمال داود. واش رأيك بعزيز؟ جو بونس كو سي فيني، هذه مش تاع الجزائر، وكاين دولة اللي تحسم الناس اللي ابيلو ميرت سي لا دي سي لا دي نورمال، كاين قانون وكاين دولة اللي لابيلو ميرت يفا جوجي سور سا. دونك مينون ما نوافقوش هذا كمال داود ولا ما نوافقوش، انا ما نوافقوش باسكو قريت شويه حاجات ما نوافقوش بزاف. بون لي جون اوسي لي دو ريفير، انا شو بيان سور كونتر كون ابل كلكان او كريم، باسكو كاين دوله كاين اطاط نورمالمون يتعاقب فريمون يتعاقب، باسكو سي ان ابل او ميرتر نيمبورت لوكال على كل واحد، ميم لانتونسيون دو ميرتر كات تتعاقب دوك دبي عليها سا سي سور. مي جو بونس كو سي با ما يلزمش نكبروا الحاله. بارك الله فيك، انت دوك قلت لي يمنعوك في قال راك انسان راك متقف اسيدي، نعتبرك ملتزم. بيان سور ملتزم يا شيخ، انا عندي انا شوي كويغون فيك مو ميم، انا ما شاء الله والله عجبك حديثه. يا سلام الحراره، يعني نزيد نديكوريها شويه الكلام تاعك. يلا ديكوريها. شوف هادو بين زوج لي دو اكستريميتي، والله عندك الحق لي دو اكستريم جالي ندير ديفيرونت ايزون دي كليون سبيسيو entre guillemets. انت قلت كلمه يعطيك الصحه، عندهم الاقليه مع حسن الحظ. اما نرجعوا للغه ولا الاسلام ولا لا، الاسلام سني با اون بروبريتي بريفي بيان سور، حتى واحد ما يتحكم فيها، ولا الجيريانيتي نون بلو فوالا، والوطنيه اوسي ما كاش اللي يقدر ما يشرس، والباتريوتيزم الجيريان ما تحت واحد اوسي. سكو جو شيرش لاجيري بلوتو سكي شيرش دي جيني كيش مبدا لي بورطاب مبدا لي طياره والله غير هذا كل هذا اي غير الهضره، العلماء تاعنا غير الهضره. حنا سي عزيز لو كان يديروا كونكور الي شان مونديال برومي بري بور لي زاجيريان بور لا تشاتش، والله العظيم. دونك لاجيري لا با بيزوان هادي سا تونورون دوبي 1962 افون في وقت لا ريفوليسيون ايزون كريي فرقت اسود ديفيزي بورينيز ديسكريي جوتي
تعرف راهم في الطليعه انا تمنيت كنت معايا بنات من تيزي وزو رحنا درنا جابوا برومي بريفيستي على الاغنيه الرياضيه اش تروحي باللي راني اريري عليهم يلزمني دونك يلزمني الحق ايفالوي بلاجيريا سي فيني بريكول هذا شي دي بريكول تعرف حمد باش سيمازوني سي دي بريكول اون جينيرال يعطيك الصحه واحد من بول سكيلا دي انا خوش افيك تو مي ريسبي الا كان كاتب انا ما نعرفهمش الزوج انا الزوج ما نعرفهمش ما نعرف لا الاخر داوود شتو عندي الحصه هذيك اوني با كوشي اوني با كوشي بار كيوريزيتي باسكو جوزو لي غونيا تاعي غنها رشيد طه من ثم وليت نتبع حد دو بري وناخذ نظريه يعني لبلادي باش على الاقل كي نكتب اغنيه نعرف روحي وراني ندور شوف شيخ انا كانت لي تجربه ونصارحك انا كانت عندي تجربه شخصيه انا لي كنت اوبوزون كنت عايش فرنسا جي في تو لي بلاطو فرونسي جي في ميم لو سول ارتيست لي في تي اف ام مع كلاش هازار لو سول ارتيست ميم خالد ما داروش صح قلت لي كلمه شويه نهار كنت اوبوزون نو جو دير اون فرانس اون فرانس كي كانوا يقولوا مازلت اوبوزون اي با دو بروبليم جو بوز با نو جو بارلي ا ليبوك دي ليبوك جالي جو فولي دير كونت اي كرويي كو موا هذا هو البروبليم تاعي مع بزاف ناس عم بالهم انا اوبوزون نهدم البلاد انا ما نهدمش البلاد مو جوستومون جي ما نقولش هادي بناء ولا اسموه مي باسكو بار امور ا سو بيي كو جي في سا لي جون فولي مي ريكوبيري باسكو عم بالهم جي سوي علي تيلمون لوا عم بالهم صاي لي ريكوبيرابل لي غراف هذا خلي اركون يريبوندي لا نولوا ليه قبل ما نروحوا لاركون دا ما تعرفش حماداش كي نشوفوا لي فيديو تاعو كاع نورمال كيو بليك اولا يهضر بزاف بيدو ويعيط شوفوا معانا المقاومه بالسلاح بالمال بكل شيء يمكننا اقيموا الحجاب والجلباب رائعة هذه وحنا كي حوزنا باش نقولنا نردوا شويه على حماداش باش نفهموه بلي هذا الشيء خطير واش راك دير ما لقيناش يعني حاجه افضل من محمد اركون ربي يرحمه الجهل المقدس كيف يمكننا ان نقدس الجهل المجتمع هو الذي ادى الفاعلين الاجتماعيين الى تقديس الجهل تقديس الجهل نغلق هذا الموضوع نقول حاجة برك خاصة بالإعلام يعني حرية النقد وحرية التعبير مضمونة كمال داود كذلك هو صحفي جزائري شاب عنده أن تالون في الكريتور يكتب مليح معترف به في الجزائر مدى بينك يكون واحد يكتب خاش التقدم التقني اللي هضرت عليه يا أستاذ يأدي يجي في التقدم في العلوم الإنسانية ثانية تقدم الفكري نختم كلمة نلقيها على أستاذ انت استاذ ماشي لا لا كل حد عندك كاريير لاباس به وعندك جمهورك الواحد ما ينكرش لا 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 بصح الا انتيليجون بالانس شوف حتى انا بدلت شوف كنت في شويه يقول كل ربي يزيدني علم الانسان مع مرور مع السنين تتعلم وكنا نشوفوا نواري بلون الشيخ دوك ما نشوفوش نواري بلون يعني راك تشوف طريقه واحده اخرى شوف كيف هذا يعني الزوج يعني لو نعطيهم المسؤوليه لا ريسبونسابيلتي كيف يربيو لا نوفيل جينيراسيون بهذه الكراهيه بهذا الكلام اسكي يعني ساسي ليديكاسيون تاع الجيل اللي راهو طالع انا وياك انا ما يعجبها ليش لا هذاك ولا هذاك جيد مفهوم وانتم كذلك وانما الجيل اللي راه في عمره 13 14 يسمع هذا الكلام هذايا خلينا نروحوا لو ميغ دي دو نشوفوا واش داروا قبل هذه مصطفى اسمح لي فقط اني نزيد ملاحظه انه من غير طبيعي انه نكلاسيو يعني واحد يدعي لقتل شخص ما وواحد اللي يكتب يعني هذه هي الحاجه اللي ربما لازم كاع نتفقوا عليها وقبل هذا الشيء اسمح لي بعزيز حبيت نوري لك واحد الفيديو نعرفوا بانه حماداش ربما كان اللي يرتبوا على انه زعيم تيار سلفي في الجزائر كان واحد العالم فلسطيني اسمه عدنان ابراهيم يتكلم حول السلفيه وربطها مع تنظيم داعش نشوفوا كيف لا يعلم هؤلاء الدواعش طبعا هم سلفيون في نهايه المطاف هم افراخ السلفيه وحنتكلم اليوم عن السلفيه بصراحه الذين فرقوا لنا هؤلاء هم أصحاب العقلية السلفية عقلية كافر مشرك مرتد مبتدع حرام 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 حرموا كل شيء في الدنيا هؤلاء
هم المستنقع الوبيع الذي فرخ لنا الدواعش، وعنده القدرة أن يفرخ دواعش آخرين. انتبهوا، ما لم يطمر هذا المستنقع يجب أن ينتهي هذا الخطاب. هذه الطريقة في فهم الدين يا أخي، طريقة المطابقة. إما أن تتطابق معي 100% وإلا فأنت في أحسن الأحوال ضال وفاسق وهالك. أنتم ما شاء الله، يعني إيه جبريل؟ أنتم الناطقون باسم السماء يا أخي. تبا لهذه العقلية، كفى كفى، حلوا عنا، حلوا على الإسلام بهذه الطريقة يا أخي. ما عاد محتملا هذا، اتركوا الإسلام وحده. إذن خليكم لحالكم. لا قال ظل يا أخي، لا تتمنى، أنا لا أطلب حتى رأيك فيه، فك عني، حل عني. لكن هذا ما بفهم، بمثل هذه العقلية الحصرية الضيقة جدا. مفهوم يا يونس. سي المازوني كي جيت لينا تفضلت علينا بسيدي اللي عطيتونا. نعم، في ثلاثة أغاني البارح طلعتهم كبيتهم بيراتيتهم، بيراتيت الأغنية تاعك. تاعي. إذا إحنا ما لقيناش أفضل من أن نديرو أن بيست أوف تاع واش غنى المازوني، شوفوا معنا. يلا. ماني لاباس يلبس بس ماني لاباس، نداوي جروحي نجبد روحي ونقطع لي اساس. قلبي عليك التكوى يا فاكتي يا طفلة ونعني بليس عينك ملح بزاف وانت معلش الطاف عندي العواطف فضعايا. يا اختي وخيك عين، يا اختي وخيك عين، يا اختي وخيك عين، وسبابي خدود بالنعمان. يما ونحب البنان، يما ونحب البنان، يما ونحب البنان، نحب الغيب وعوم الويدان. مادموزيل انا شهر سي طروطار سي دوار، عندي مرق ديجا في الدار. قلبي عليك تكوى 4 5 6 يا طفلة ونا لبليس 7 8 9 انت شابة بزاف منجيش معك الخاف وانا يا راجل ولاف. فوق طرافولطة وساكن بولفار ماجونطة، نشرب في فونطة ونرجع فيك يا بنت الناس. جني با دو طن مينا غيجي جزبي طن. صباح الخير يا أنيسة، صباح الخير، صباح الخير يا خسارة جيت راجل. عود لي هذيك شيخنا، والله ما سمعتهاش. والله ولا والله ما نحفظ غني من الغنى نتاعي. ماكش عندي قريب فايت ميل ديبوزيو بري دو لاساسام وفي لندن، وقال سمير ولا مش عارف 1000 غنية ديفا. بصح روماركيتك، انا تبعت كاع واش درت في انترنت، عندك غنيت كاع على الخضر والفواكه على بالك. والله العظيم يا شيخ، شوف غنيت مام على الكروفات، على الماكله، على غنيت ما خليت والو، البنان، التفاح، غنيت على الولايه. كوزيني قبل مول الفطور، قبل الفطور، قبل الفطور، قبل الغدا. غنيت مام، غنيت مام، غنيت مام حاجه على وسمو، على الكروفات زعما اللي ريش كيفاش ياكل كروفات كيفاش كيفاش كنت تقول فيها هذاك الاسلامي حسين الاسلامي. حسين الاسلامي عاود لي قال لي هذه الاغنيه تاع الكونجلي هذه، قال لي شحال لي حبه اوريكم ماسياس. والله قال والله العظيم في لافاتور ديالو بون. هذوك كيسمى عيشت اسره بهذه المهنه، بهذه المهنه النبيله. كان عندي تادو مضايقني في سواء واش كان يحكي سي لا فيريتي دي فوا وصلوا نباش با، يعني بلادي بلادي، احنا الناس اللي جهدنا باش تكون عندنا دوله جزائريه. إلا كان سير تاب واحد ولا زوج يدير غلطات ولا يسرق، يعني ما نجمش. انت في بالك غير زوج اللي سرقوا؟ لا دوك شوف نهضروا. انت شحال اللي سرقوا في بالك؟ دوك شوف زوج اللي ما سرقوش. بون شكون هذا؟ انا شوف انا لا هي كاينه حاجه كيما قالش نور الدين بلغالي، الا الفنان عمرنا ما درنا مشاكل، عمرنا ما اختلس الدوله ما كاش، عمرنا ما درنا مظاهره برا. انا كاشان نشري بنو ماركة ماركة تشري بنو وتصدم الطريق. شتما ما غنيتناش على البنو يا شيخ. ما غنيتش على البنو. دوك هذيك يعني شوف انا اللي بديتها الشروعات دوك انا اللي بديتها ما تفراش. يلا مادام الامور راهي تمشي ان شاء الله دائما ما نقولش كلمه على الشيخ. تفضل شيخ، تفضل يا هضره. الشيخ لا فيريتي بون ابخي سي نورمال عنده رايه، عنده من نهضر فنيا. انا بور مو الشيخ كيما لي كرون بلوز مان هذوك، لا بالك يكتب كلام
ونظن بلي ما خممش فيه كي كان صغير، إلا با بريفي ولا كتب بروحه بقلبه كتب كلام نابع من الشعب وكاع اللي النجاح تاعو سك في لي مو ينو باريس دي فوا شويه خفاف وكاع مي سي دي مو تري بروفون كوم لي بلوزمان عباك لي بلوزمان باسكو سي با باسكو غني اون امريكا يبي يجيب لنا بلوزمان يقول قعدت وشربت قهوه وكليت بانانا كيف كيف سي لا ميم شوز صافي سكسي انا بور مو الشيخ ميم تاع غنيت على الحليب صاحبي ميم لا انت اليمونطاسيون جينيرال بعزيز لو سكسي تاعو بعزيز انت ثاني تغنيت على الحليب غنيت على انا بور كريتيكي ووضحت او يمدلك شويه يونس انت غنيت والكاسيطه تاعك كنا نشروها من تحت لتحت كانوا يتخباو وكنت كانت عندك صعوبه باش تسوقهم صح ما عندكش بزاف لي كليب كيما شيخنا المازوني ما عندكش وشنو الشيخ توجو عنده الشيخ علاش ديو توجو حنا حبيت نسقسيها لك يعني توجو عندك مراه هكذا برونيت برونيت توجو لا مام توجو لا مام اسكو ليماج باسكو الشعب يحب هذا سي ان جور ان بو سبيسيال بالنسبه ليا جي كري ان جور ميم غلط معليش مش تموا هذا فن انت راك تقول كاين يعني ما يتقبلش هذا الفن انا لقيت صعوبات اما نرجعوا ممنوع انا ثاني هذه دعايه ما كاش ينوط اوفيسيال تمنعك ما كاين حتى ديسك منعك انا كانت واحد الوقت بوند كي داروا لي مشكله هنايا يقال باللي الاغاني تاعو سيزي ما كاش سيزي بس سا اكزيست با والله ما كانها دبوش كان يتباعوا وصلت الفكره اروح لي باعوا خويا لقينا لك حويجه بعزيز شوفوا معايا Bye bye, my bye, and bye bye, and we must have life, Lula, and we must have life, Lula. يطير مجروح وين تغدى وين تروح عشك بنا وسطوح بعد الغنى ورجعت تنوح راني رايح هذي ماشي راني سامح في كل شي انا كرهت هاد الغاشي بالحضرة ما نرضاشي باي 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 يا البلاد باي باي امي ما الله واش راك تقول بعزيز فيها هذه قول باي 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 يا البلاد يا المي موت هالفلو دايو غاز جيبها لي انا حسيت نسمعها انا نسيت شويه كلام نو مي جلي ديكوفيرت يا با لونتون هادي وراو لي ولادي عندها واحد 6 موا ولا 8 موا قالوا بعز اي فرانشمون جي لي لارم اوزيو بور دو شوز باسكو يا فما اللي قتلوه الارهاب يا ما صاحبنا اللي قتلوه جوست ابخي سو فيلم الله يرحمه اخويا ما هو واحد من محسن الله وعلم الله حسين الله مع البيض هذه وحده ودوزيامو لا بيورتي بيان سور قبل دراهم وقبل ما قلب الفيستا كاع عزيزي انا نسالك يعني على ما غنيتش بالقبائليه غنيت بالقبائليه ديو مع طاطا شريفه قنيت انا راهم طالبيني راهم طالبيني شوف البوم ميوزيك هذا والجمهور يطلبني باش نعمل انا البوم 100% بالتمازيغ يعني اسك تشارك معنا بيان سور نشارك معك يلا وانا نكتب لكم عاود معايا راك ديروا في عاود معايا خليهم بعد لي ميسيون انا نديروا في ليصافي تعاود معايا تعاود معايا تعاود معايا نعطيك شويه القبيليه تعاود تغني مع بعزيز دوكا شوف دوكا مانيش مهيئ يزمني انا عندي شويه الروطه لا تجيب لي استخبار انا نعطي لك زوج كلمات اللي تجيب لي استخبار نعطي لك زوج كلمات الحكومه كي ضاغ الدار لازم تفسر لي واش راني نقول ما حبش يمشي شوف بعزيز شوف بعزيز الحكومة كي دار الدار هذا كيف نفهم ما نفهمش كل شيء يلا الكويز علاش بعزيز دوك قلت باللي كيش لي زيماج هذوك قلت قبل ما نقلب الفيستا حنا حبينا نكونفيرمي وي جو سي مي حنا دوك حبينا نكونفيرمي اسكو بعزيز صح قلب الفيستا ولا لا مع كويز خفيف ظريف شوف بعزيز زمان كنت تقول كاع بونديا ولاد الحرام اليوم واش يقول مازالو بونديا ولاد الحرام ملاح كيفاش تقولها بالغنى نغني معاه يلا بونديا ولاد الحرام بصح بلي بونسونتاج وي فامي راجل خدام زم عليك وتستاج بلبا بعزيز كان يقول كي نسمع جينيرال انا نضحك سون بيتي ودوكا واش يقول دوك بالك تبدلو سي بلو لي جينيرو مي كي نسمع ليكيب تاع شكون هادو اللي انا نسمعو بيهم شكون هادو سي با ليهم يحكموا هكذا يقول لك حنا في الجزائر ما على بالناش شكون يحكم على بال جوستومون انا حبيت نكتب غنيه باش نشيت ما على بالناش شكون يحكم قولوا شكون يحكم هنا باش نكتب له قولوا لي شكون نديو له شكون طيحوه في البياج بدل نوعا ما باسكو هذه مع الخبره C'est l'expérience.
سي سي با نوبورتو كي حتى ما تبدلت انا فاش انت ريحت كيما هو أنا تبدل انا نقول لك على هنا هو تبدل لا 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 الشيخ فهمت واش حبي يقول انا فهمت الشيخ لي مالا يقول بلي لي هذه مع مرور السنوات يعني والخبره اللي عنده مانيش عارف دوكا كدور في 30 تاع 20 سنه قريب 30 صح يعني انا نقول 30 باسكو يعني متعلق في واحد الاتجاه يعني الشيخ يعطيك الصحه كي هذا ترى احنا الى تاعك مو سام سام في احنا عائله واحده باسكو هذه لاجيري ما يملك تحت انسان هذه راهم ميتين عليها مليون الشاهد ما هي جو بريسيز بيان وانا مسؤول على كلامي ما هي ملكيه حتى انسان يسال فيها رزق باباه هذه ملك الشعب الجزائري اذا بعزيز ولا مازوني احنا 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 مع النقد النقد كاين انت على بالك بليك بعزيز كان يقول وليد الحرام 99% هل اليوم بعزيز مازال يقولها ولا لا نو هذه كتبتها يا لونطون و سا بروفي كو سيتي فري رقعد مازالو هنايا عزاز ولا 99 مازالو صح معليش حاجه واحده اخرى بعزيز كان يقول كولتور ارجاء تلفزيون راديو البهجه اليوم واش هو يقول مازالت العقليه دونك تبدلت كولتور وعيا وعيا شوف انا نجاوبك الثاني نجاوبك الجواب تاعي ما هو دوك بعزيز اليوم انت تاكد الدور في واحد باش يروح لل 15% دوكا راهو وصل لل 100% انا بنرضي 15% يجري مور الكرسي باش يعمل لينا حاجز نربح العيب ونخلي يعني دم الشهاده اللي يحكل لي يعني بنطيح انا سوي با اونغير ولا هو اونغير كونت لي طاجيري سامحني نو 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 ماهوش اونغير هذه ولا غيرتك صح ملي تمنيت نقولها في التلفزيون هذه الهضره واش لا ما جاريف لا جاريف انا موافق جو بروفيت جو بروفيت دو سيت ايميسيون باسكو شاك فوا كيميسيون نقولها وننساها يلا حبيت نقول للناس يا الناس اللي راكم تقطعوا فينا فوتيتو عليا والله العظيم فوتيتو عليا اسكو فو زافي فوتي سور موا وانا جو فوزي ديسو انا مغني كيشيخ لاخر مغني جيومي كيفاش يقولوا مي زافي جيومي تروك جو مسوي ترومبي يا يو دي جو مسوي ترومبي كوم جي فيو جوست كوم جي فيو انسان حبيت نقول لهم يا الناس اللي راكم تحاسبوا فيا انت خبتوا عليا صالح حبك يحاسبك بعزيز لا يحاسبني كما يحب اللي يحبني يعرفني ما با بروبليم جو تو جور اللي يحبني يعرفني واللي ما يحبنيش واش ندير واش ندير نغني اونكور اخر كيما نغني وسبيت واسمو كاع ندوز واني نمنشر وكاع يقول لك لا لا هم يلعبوها وداوا وفي التلفزيون هذاك وعطاوه وهو كي زاكا وكي يستعرفوا يقول لك شوف قال حاجه تما مازال ندور على الحبوسه مازال ندور على الحبوسه دوك الحبوسه اللي كبرت صحه كبنوار الحبسه هنا نطرح لك سؤال ليك شيخ انا فهمني الفنان عنده الدروه ينتقد عنده الدروه يساند عنده الدروه يقول قحله عنده الدروه يقول بيضه هذه هي الحريه بصح انت روماركيت حاجه في الاغاني تاعك انك خطره غنيت على لفلان وي في وقت بنفليس وي خطره تغني لا قبل بنفليس قبل بنفليس فلان وواحد الوقت غنيت على سعيد سعدي اللي راه اوبوزون التعدد يا كي جات التعدد معاه هنا كي جات شوف ليا خليني نسمع يعني دوك انا نجاوب يعني بصراحه جاوب دوك انا غنيت هذا سعيد سعدي اسك عنده لاغريمون عنده صح حزب تاعو في الجزائر كيما قالش كلمه هذا ما مشاش للخارج راه ينشر عنده هنايا حزب مضاد عنده برنامج به يعني يقدم برنامج تاعو في حاله لا يعني ينتخبوا عليه الجزائريين. كان يقولوا بليك انت شيعي. العلاقه مع الفن استاذ سيدي. كان يقولوا بليك انت شيعي. انا تالمو كنت متعطش يعني ستادير لوبوزيسيون. ستان تي كادو دو ما باغ بور انكوراجي يعني هذه التعدديه اللي موجوده عندنا باش تكون. بصح شويه برك درت بنفليس ومن بعد برخادم ومن بعد لا فلان. سيدي زاجيريان. انت انا غنيش على لا سيدي. قالوا لنا راه خلص بزاف. هي صح سي با غراتويتمون. الصراحه شحال خلص سعيد سعدي شحال خلص سعيد سعدي لا ما يخلصنيش البارتي عنده دي سبونسور نكونوا شحال تعرفت في فرنسا وعلى دوك روي يعني الفوت هكذاك لا في سبيل الله اللي طاب منها اسمع ليا كاين خليه يفهمنا اللي طاب رانا دوك خمسه في عين ابليس مثلا رانا الرئاسيات نرشحوا روحنا بون كاين مبلغ تمدوا كيف كيف سون اكسبسيون المبلغ اللي 1 مليار ليك لينا كامل المليار هذه اللي طاح يعني باش تقوم بالحمله تاعك تاع في نورمال مورا هذه كاين دي سبونسور دوك خرج وادك امريكا تاع واش هي تخسر
باش بور افوار ان بريزيدون يقول روح هنا بحسب لي سي ليطا نو سي با ليطا دي سبونسور حتى في الاغاني دوك هذه القناه راهي القناه خلصتها مكتوب وكنا انا مكتوب راهي عندهم هل الفنان لازم يغني على جال السياسي؟ نعم هل الفنان لازم يغني في السياسه؟ انا البلادي ماشي بلادي السياسه لا البلادي البلادي السياسه تاع بلادي في بلادي ونموت في بلادي وزدت في بلادي حركه بركات تغني لهم باش هم جزائريين لو كان غدوه حركه بركات دير اكريم وتغني لهم جزائريين بركات والله ما نعرف هذوك اللي خرجوا للتاريخ ويعيطوا صح ما عندهمش مليار هذاك السير ما تروحش اصلا نسمع وشك تحكي السيد يعني اللي علقنا عليهم هذوك الزوج بارك الله فيك هذه يعني ماركيتها في القاموس تاعي لا لا انا ضد راي شخصي لا 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 يعطيك الصحه السيد قابض لي باري وسبقني لباري هذاك لا علاش قابض لي لي صالون ثم ويروحوا لها قول على بالك علاش الشيخ هذا اسمع لي راهم يروحوا لها فرنسا 32 زون فرنسا هنايا الله يبارك عندي 5 كاس يجوني افيك مي بابي صاحبي هاي الكارت فيطار تاعي يجوني شوف اونورو جو في ان ابيل للفنانين تاعنا اليوم في الخارج جيب حط الدراهم هنا على يخلصوا اونورو تديهم انت من البلدان انا عندي كونت تاعي هنا هاي لاكارت جولد عندي هنايا فيف بلادي الله يبارك نمشي لامريكا نمشي للندن نمشي لباري نخرج فلوسي في بلادي حط دراهمي هاي لاكارت فيطال تاعي بس واش عندك استثمارات في الجزائر واش عندك استثمارات كي وراهم دراهمك في الجزائر من غير فلوس خوك ترافولتا بولفار مازونتا نشرب في فونتا نرجع فيك عندنا فضل الله شوف الفنان عنده فضل الله باكاش واحد عاقل وما خرجش الطريق قد الفنان خليني نحبس هنا كم داروا مشاكل بعزيز كامل شوف اللي متكونه يعني في الجمهور انا درت شويه مشاكل درت لا شوف والله امني والله واحد ولا يعني كيما راني نهضر معكم مع وزاره مع واش رايك في معطوب الله يرحمه يعني شوف معطوب ربي يرحمه فنان كبير تلاقيته في باري او كان حبيبي كان عند هذيك زوليخا زوليخا يعني تقديمين راني بروديكتوريس الله يرحم ان شاء الله اللي ماتوا منهم دا سليمان عازم يعني او حبيبي هو اللي الفضل رجع لربي وليه قال لي مازوني كوتيزي كنت صغير والسهرات ومن ومنا قال لي نو كوتيزي والله العظيم انصحني اتونسيون هذاك من الناس اللي دوماج ما بصح نحبسك هنايا مازوني يقول يا بعزيز فوتي فوتي لا فلان ديمقراطي انت مقتنع بلي لا فلان ديمقراطي ولا لا 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 لا, 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 لا جيب لي المقطع هذا الشيخ باش نحكوا عليه جيبه لي هذا ما نسيتوش على بالي شوف لي جيب لي قبل المقطع وما نهضروا تقول لي دير لي غنيه على هذه لاشين انا دوك حمله كما داروا لي زافيش قال لك لي يعطي له درامي غني لا ماشي قضية لامبريمي سامحني والصور اللي داروهم عند لامبريمي باطل باطل كيما الفنان دائما هو يخلص لا بواكاسي كي تولي فيه الاخرين سا ماش طري بيان ما كاينش اللي يشوفهم حنا باسكو طاب لوي ابار فيلم اش راك عايش شيخ انا عايش ب عندك تجاره عندك لا 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 عايش انا بالتقاعد تاعي راني الحمد لله اونروتريت لهي وهنا عند لوندا ولهي سامحني شيخنا الحمد لله شيخنا سامحني نودع الاخ الكريم يونس صابر شريف والاخ عبدو ثانيت نقول لكم يعطيكم الصحه يروحوا نكملوا بعدنا يعطيكم الصحه احنا وين حلات لا راح نجيبوا واحد اخرين راح نجيبوا علاش هم جايين يعطيكم الصحه بسلامه شكرا جزيلا صحه صحه انا عندي سييت نحاول نكتب ما نعرفش نكتب باش نتفاهموا سييت العشيه قلت علاش ما نكتبش لخويا بعزيز ولشيخنا الكريم نكتب لهم حاجه بصح اكونديسيون نبدل في الوضعيه بعزيز نرجعوا كيما يقولوا دوكا يقولوا ما يحشموش يقولوا دور فيستا وانتايا نرجعك كريتيك ماشي بناءة هديمه لا لا هديمه عندك 15% ها عندك 15% صحه لا لا قال لك نلعبوها نلعبوها برك سين جو برك نلعبوها هذاك صحه نسبق بعزيز واش تقول وتقدر تعاود موراي بيان سور موا بعزيز جي تون سوفير وي موا بعزيز اون مو ريغارد ا ترافير جاديس جيتي ان اوبوزون مينتونون جي تو كومبري جو في تورني مون بلوزون جو مي ا فوندر ا بيتي بري
تري بيان الاغنيه تاعك هذيك صحيحه تقدر تبدل. ومن بعد نزيد له شيء دوك نبدل كل شيء مع الواقف ديما نمشي بكري مغبون وزوالي لازم اليوم نبدل حالي. اسمحوا لي يا اهل السلطه كنت صغير درت الغلطه واليوم كبرت كبر مالي. انا بعزيز سيد الرئيس انت العزيز. تقولها هذه ولا ما تقولهاش؟ جامي ما نقولهاش ما هذيك ما نقولهاش. مي بون جو ريسبكت لا بلوم تاعك شابه صحه شابه. تقدر تقول موا بعزيز قولوا وزيدوا نكره جيزي نحب اريدو. هذه وي نقدر نقولها يا با بروبليم. تقدر تقولها هذه سان رينا فيك بعزيز نوت كوتي تاع بعزيز هذا سي الكرياتيف. صح الشيخ المازوني انت هل تقدر تقول انا المازوني من بكري نغني ونقول تحيا ياك هبلتوني ومرضتوني اعطولي شويه نشكر فيكم يا رجال يا كبار 60 سنه ما ديت دينار دوك نولي كيما المنشان نقطع فيكم ليل ونهار ضد السلطه انا نغني ياك هذا ياك هكذا بلاك يقيموني بكري معاكم انا وفني دوك الشعب كرهكم واقيل يقدر يكرهني صح يكتب لي الشيخه الله فاجئني. شو عاود لي ديك الجمله اللي قلتها قبل الاخيره اما فيهم ضد السلطه انا نغني ايوا بالك هكذا يقيموني كيما داروا بعزيز بغيت نسقسيك واش من السلطه السلطه الحاكمه لا يقيموني انا يقيموني مازال يا خويا. شوف نجاوب على جاوب يلا ونزيد عليك نضيف عليك يلا شوف انا يا سقمت لي بالدم هذه البلاد نعم انا ما عندي السلطه واحده اخرى انا مانيش ذاك الانسان نمشي عند لوغون هذاك نبدا ننشر انا لو كان نشوف العوج صح لاجيري في تقدم لاجي حبه من حب انا لو كان تربيت في بيئه الناس هادو تاع 15% كان نخرج كيما هما انا تربيت وليد الثوار انا وليد الثوره الجزائريه ما شاء الله انا جوج خاوتي شو هذا لو كان تربيت وين هادوك الزوج وين هذاك المحيط اللي عاش فيه مقرقر تعرف مقرقر النهار كامل وما من ديزون يبداو ياكلوا له في مخو حتى يكبر وربي راه سلكنا شوف من جهنمه نقولوا الحمد لله. والشعب وعاق سيفيني البريكول دوك اللي خرجوا هذاك سواء رئيس سواء مير والله الشعب غير فاق دوك اما نبنيو بلادنا اللي شوف تونس هطات من بعد نعلق عليها هم طاونا بكف قال لك وين راهي من 62 الفوط مزور الى قامت القيامه طاونا بكف التوانسه قال لك والله الشعب سيد درس صح ما نقدرش نطيح هنا شغل ما كان الشعب فرض يسب الشعب كامل كانه لا انا نخدم جوست يعطيك الصحه الشيخ نقولوا الكلام عليك هذا الهضره باسكو عاودتها في لي زيميسيون بزاف وكذا بون سي فلو انا ما نعرفش واش سافو دير قلبنا الفيستا سي با باسكو خليني انا نهضر عليك ماشي انت الشيخ خليك لا معليش خليه يهضر على روحه سي با باسكو جو مسوي Tu je vais te rappeler à une période parce qu'il fallait manger où je travaille dans une compagnie privée les noix c'est la publicité parce que Osmo on j'ai plus envie de guerre on j'ai des enfants comme tout le monde ça veut pas dire chalaouni à un moment on a besoin de travailler avec les enfants ياكلوا ولادي parce que ماشي غير ولادهم ولاد les opposants اللي يقراو في الاخر انا je suis toujours opposant j'ai toujours mes principes on عاودها في التلفزيون تاعك اللي يقول دوله تعطيني chambre d'hôtel voiture morceau de terrain واسمو نتحدى في التلفازه يجيبه لي جاي معليش نحبسكم هنايا لانه كاين واحد الفنانه ماشي واحد الفنانه كاين واحد الفنان اللي نجيبوه ديما واسمو مول حايك يدخل مور الجينجل ويحكي لنا بالك هي اعترافات واحد الفنانه داخل الفنان مول حايك احنا قلنا مول الحايك انا مولات الجبه واش كاين وراه مول الحايك مساء الخير مول الحايك راهو في الحمام واش يدير في الحمام او في الحمام تاع الشيكر تعرفوا ما نعرفوش تاع الشيكر حمام الشيكر ما نعرفوش الشيكر تعرفوا حمام الشيكر الشيكر ما نعرفو خرج معاك تشاوا ولا لا لا الشيكر المشيفه تاع تلمسان يداووا به ايه الشيكر معاك تلمسان انت ايام تلمسان ايه انا تلمسان واش جيتي ديري هنا معنا جيت معاكم اليوم باش نقول لكم الحقيقه واش هي الحقيقة هذه؟ باش نقول لكم الحقيقة ما تعرفش الحقيقة واش كيما بعزيز دا الحقيقة؟ حقيقة على 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 عتيقة على ريم حقيقي كيما مريم حقيقي ريم حقيقي ريم حقيقي بعزيز شو كيما دار شكون اللي قال الحكمة في يد الرجال وسد الدنيا ومعليش رانا في يد البابيز عرفت
تاع شيخنا ما عرفتيش. ما زدم زدم يا زدم، حنا معك للوراء، حنا معك للوراء. نعم نعم اهلا. عرفتيه الشيخ مازوني هذا؟ عرفته يا خاي. صح، انا نسقسيك سؤال مباشر ما نطولش عليك، وعلاش جيتي ومنين جيتي واش حبيتي تقولي؟ راني غير هنا في هاد الدائرة، جيتكم هنا في هاد الدائرة، انا حقيقي ونقول الحقيقة. صلاة وسلام على رسول الله. الله الله. يا رايت الملاكة يا ددولة الفاشلة، حبط البترول رانا في حلا. يا رايت الملاكة يا ددولة الفاشلة، حبط البترول قيس المسكة. للاعاتي آه حميت الملي، بكري كان بعزيز قطع في الدولة. بكري كان بعزيزي قطع في الدولة، وكان المازوني يشكر فيها. للا الحكومة حميت سلام. يا رايت الملاكة يا الحكومة الهاشلة، احبط البترول. اليوم الجزائر راهي في حاصلة، وهلكوها وشروها. يا زوالي وكيلك ربي، يا رايت الملاكة. وتغني مليحة مليحة مليحة. ما تقريبا عندك تعقيب على واش قالت أستاذ؟ والله دوك أنا يلزمني نخمم قبل ما نهضر. خمم شحال ساعة زوج؟ لا 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 لا، يعني هبط البترول والدولة فاشلة، هذا بك أختي العزيزة الضرب إذا في الجوطورو تروحي حتى الحدود الغربية والشرقية، وشوفي الموفمون ونيفو دالجي امشي. هذه هي الغلطة. يا خاي واش من طورت يا خاي؟ لوطوموت يا عنينا عليها في هذه الحصة. أنا يا عمار غول، انا يا عمار غول، انا يا عمار غول درت لوطوموت. لا 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 لا، انا حبيت نقول الناس راهي تدير في الملاير، وراهي بالفيلا تاع الملاير والسياره تاع الملاير، وشراو فيلات كيف دايرين في بالما د مايورك دي كوميرسون اللي نعرفهم من البليده، والناس راهي تخدم. والمغني هذا الفنان مسكين غير يعني بار ساتيسفير جماعه واحد جامي كونتون. شوف من 62 سا مارش با سا فا با ستانديسكريي الله يرحمه برحمه الله. واش رايك بس؟ لا لا انا كي كنت غني فرانشمون جي بونسي ان اوتر ايبوك، حنا كي كنا نقولوا كلام كيما هي كنا خلاص كنا ما نجوزو لا في التلفازه لا في الاخر، وكاع ما ديجا نشوف ليماج تاع اللي جات وتقول هذاك الكلام فرحت بزاف بزاف. هذه حقيقي واسمها حقيقي. صافي تقول الحقيقه. نو صافي تجي واحد الحاجه سيتي با بوسيبل بور نو، حنا كان الخوف وكنا بعد. صافي تجي فرحت ديجا. نزيد لكم حاجه، نزيد لكم حاجه. باغ كونتخ باغ كونتخ هادي تاع بعز كان اوبوزون، شويه اغنيه قديمه نعاودها. مازلت اوبوزون. ايبا ايبا ونفرح بك وبعد جبت لك مفاجأة. عيطنا للشيخ الزوانية حكومة فاشلة، معاك حكومة فاشلة ونقولها. انا جبت مفاجأة، عيطنا للشيخ الزوانية الحاجة ما جاتش، بعثت زوج جيرانها باش يغنوا الغناء تاع الزوانية، هما جيرانها في الحومة. مرحبا بكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا 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 الهواري. واش راك خويا؟ صافا انتوما جيران الحاجة. مساء الخير خويا. واش راك شيخ؟ صافا لاباس؟ مليح شوية لاباس؟ متشرفين متشرفين خويا. صباكم مليح؟ صافا. واش جابكم؟ عرفتها شكون؟ كابونية ولا نهار هذا عرفتها شكون؟ مزوني برال برال جاك بريك انت الشيخ برال. جبنا شويه صوالح صعاب شويه نحطهم في بلاطو. الله يسترنا بعزيز. انا اخوك دوبك تبعو غني معنا غبت الفيستا دوكا. انا اخوك انا اخوك الله يستر. انا اخوك. ايه ايه حويت هاي شيخ مزوني. ها هو من الفرش. هيا روح شوف شوف. موسيقى مليحة هذه. هايلة 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 هايلة. يا سيدي سلالك بي يا ملاقمة طويلة
المعارض عليك تغير بالحيلة عطيني أموال كتير طونوبيل والفيلا نخرجوا من الفاقي ونديروا عرشة الويلة يا سيدي سيدي السعيد ايوا كمل با كمل ونديروا عرشة الويلة ونديروا عرشة الويلة يا سيدي سيدي سعيد ياللي دافع على العمال ولي حق العيد انت مغبون تبان من بعيد ما تبدل عليك الحال يا سيدي سيدي بالخادم تلعبها زعما فهم والله ما ديك النية باش طراح بديت تحكم جاي من بعيد وراك زادم رماوك مال مرادية يا سيدي سيدي بنفليس حبيت تولي من الأولية البلاد محكمهاش الفيس ما فيها ديمقراطية وين النية وين النية في السياسة وين النية حتى الشيخة الزهوانية راحت تتحاج كتبت غنية وين النية مع السياسة وين النية حتى الشيخة الزهوانية راحت تتحاج كتبت غنية جيران الشيخ الزهواني يعطيكم صحة الله يبارك فيك بارك الله فيكم ما شاء الله يعطيك صحة مليح صوت تاعو شيخ ها صحة وداخل في المعارضة ما عجبنيش لا يعني لا ما شوف أنا ماشي قضية معارضة عندي 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 دي برانسيب أنا منحول منزول عندي دي برانسيب حتى نلقى مولاي مليح عجبتني حاجة هنا في كي هضرت على على السنديكا واللي راهو يسير فيها يعني هذيك وي نقول له يعني سقم روحك سقم روحك الركيزة هما العمال لما نشوف العمال او على بالو عاش في ديال الغربه لما الخدام يتهلا فيه هو الاساس هو الاساس صح هو اللي ينشط هو اللي يزهى هو اللي يفرح هو اللي يجيب البعيده هو اللي كونسومي يعني نتمنى ان شاء الله اما الباقيين نطلب منكم حاجه ملاح الباقيين كاع لا يعني لا انا ما نطلب منهم حاجه هاني قلت لك هذه القضيه قديمه مرض قديم يتمشى في داليفين تاع الناس انا يا عمر غول اللي يدير له طروط انا يا عمر غول نشبعكم مقروط انا يا عمر غول ديما نسبغ شعري انا يا عمر غول انا حبيت نعطيك فوزافي اون بال فوا حبيت نعطيك نصيحه اللي ما سمحهاش مني معليش نخلص القضيه السعوديه ما راهي مش حاب ياخذكم الشيخ انا مع شوف ما راني مبرونشي لا معمر غول ولا سباع ولا غيب شوف لي القضية بيتا أنا درت لما درت الحملة تاع بوتفليقة مؤخرا قلت سيام درت سيام يو طوم يو لا تشاتش كرهنا منها فكرتني الشيخ تفضل جيت هنا للبلاطو باش ندد وانت فكرتني أنا مين شفتك نخلعت أنا جيت ندد حقيقي جيت ندد على الغنية اللي درناها على السي اللي تعرفوا لي درت له الحملة أيوة. وما عطاونيش دراهمي حقي جيت ندي حقي انا شوفي ما كاش حاجه اعطيني حقي شوفي ما كاش هنا جينا رانا مساهمه تاع الله انا خدي خد لا 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 اعطيني حقي عطاوك حقي درت الحمله انت هو اللي تفهمت معايا وائل لا 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 انا بشوفي اختي انا وين نمشي خالص هنا درنا مبادره انا شوف نطلب منكم يعني ان بالفوا ما تغنوش باطل ماشي قضية باطل لا يعني لافونير قدام يعني نهضر لك من جان انا عندي خبره في الفن راني يعني صراحه ما عندك الله. صوت هضر عاد ما تهضرش غير على الجانب السلبي هضر على الايجابي يعني الفنان يكون عنده توازن السيد قبض شويه طريق هكذا يعني رديته قلب الفيستا قلب الفيستا راه في بلاده هذه بلاده اللي عندك كواطك وريك كواطك في الكاميرا ورينا الورد ما عندوش ما عندوش ما عنديش دوك اللي يهضر الحق عنده لابيس يعني الديمقراطيه نقول لك كيف يحبوها تمشي سي سونس الديمقراطيه يحبوها تمشي غير هكذا اما راك معاهم اما راك ضدهم اوكي خلوني نحبسها هنايا نشكركم يا حاجه السي بعزيز عجبك بلاف صح كواتو هذا هاك افتحها اوه يعطيك الصحه افتحها بعزيز افتحها
ايه الله الله يعطينا حاجه هاي يعطي لنا حاجه هاي من من الملاحه اعطي لنا حاجه تاعك شيخ صدم صدم يا صدام هاي وي غادي كادت كادت صدم صدم يا صدام حنا معك للامان حنا معك للامان الله يرحمه برحمته يعطيكم الصحة بارك الله فيكم والله نصيحة والله نصيحة الفني دا الفني فو كونتيني ملي غنى ملي غنى سي المازوني على صدام على بالكم وين الحق صدام يلا تلفزيون عاود نكملوا تلفزيو مع سي مروان العقل والمربي والفهم مرحبا بك خويا ناس ملاح ناس ملاح مرحبا بكم سي بليزير انا مع الشيخ مازوني وبعزيز وي نبدا مصطفى تكون بشلاضه شلاضه وحنا قبل ما نبداو ناكلو دائما عندنا نبداو بلا بشلاضه يلا وانا حبيت اليوم نجيب لكم شلاضه نبداو بها كما رانا نشوفوا هنا واش تعلق لنا عليها هذه المراه بمراه شلاضه شلاضه هذيك حالتها في الجزائر ما كاينش شلاضه الجزائر ما كاينش شلاضه هذه لازم نغنوا عليها فحاسبينها كلمه الشيخ مازوني عجباتو راه غير يشوف يعني نشوف يعني ظاهره غريبه شويه ظاهره سلطه ديجيزمو اللي تولم في كاش مهرجان تولم في كندا الجيري هادي كندا الجيري انا حتى دقيقه حتى دوكا كنت حاسب بلي بي راطاوها باسكو شفت غير كيما واحد لا فوتو شفت واحد لانيماتريس ما شاء الله هادي في كندا الجيري هادي في كندا الجيري تبدلت يا خويا نعم تطور بين شلاضه وهادي هادي مليح معاها تخدم بولفار ماجونتا صح واش تدير واش ميسيو جي ميو على بالي ما شفتش اسمع واش قال لك الشيخ قال لك جي ميو ايه بور لي ديو جي ميو اه وي ميو كو سا ميو ميس الجيري تفوت عباك بلي ميس الجيري ما عطاولهاش فيزا باش تروح تشارك في ميس موند ولا ما على بالك ما على باليش بوركوا اون سي با وعلاش جاب لي ربي قال لك دوسي ترافيك هذه ميس الجيري ما عطاولهاش فيزا ما امنوش ما امنوش نو ما خدمتش ستار اكاديمي وي ستار اكاديمي غير كيما وحده بالحجاب ستان كرون بليزير نشوفوها بالحجاب جازت في ستار اكاديمي هذه قال عقلية تاع العالم هذايا تاع العرب هذو لي كونتراديكسيون ما تفهم والو ما تفهم والو خويا هذه صرات لها كيما حماداش نورمالمون يفتي عليها انا حماداش واش ما فهمتش بعزيز حماداش يهضر على كل اشاك فوا يهضر على سوجي ويخلي مليار حاجه بار اكزومبل الناس تاغريسا برا الناس اللي يخلطوا في نسادو على ما تهضرش عليهم سامح لي شكون هو باش يهضر الله يستر هو هضر انا حبيت نعرف واش يكونوا يديروا في الوقت اللي ما يهضروش لقيت واش يكونوا يديروا شوفوا في هذا الفيديو هذو بلاح في الكليب واش تقول عليهم انا نقول حاجه نابورتو كي يقدر يدير اللحيه ويلبس اللباس هذا اه وي حديث قياس واش طاح اوكي مصطفى نروحوا للغه واخي تاع قبائلي انا جزائري وقبائلي واش حبيت صحيت واش تقولوا السلام عليكم نتوما باللغه تاعكم نقولوا السلام عليكم نقولوا الزول في اللون ايبا الزول حرام الشيخ هذاك هايل نشوف واحد الشيخ واش يقول انا ما حكم من يقول أزول بالأمازيغية بدل السلام عليكم ورحمة الله من كان يستبدل تحية الإسلام بتحية أي تحية كانت فهذا كاره لدين الله وغير محب لله وغير محب لرسوله أنا وش فهمت أنا مصطفى يتسمى واحد في الإنجليز ما يقولش good morning لازم يقول سلام عليكم واحد في فرنسا ما كاش bonjour ولا bonsoir لازم يقول سلام عليكم فتوى جديدة هذه n'importe quoi n'importe quoi franchement n'importe quoi وي نقولوا له أزول الشيخ هذا العظيم نحيوه أزول أزول خويا نبقاو في اللغه مصطفى واللغه الفرنسيه اللي راهي هذا جزائري جست باش نقول لا ماشي جزائري ماشي جزائري مروكي شكيت
اسكو الجزائريين كومهم شويه ايما متفتحين على هذوكم كيما حمامه كيما حمامه اللغه الفرنسيه اللي راهي فريمون يعني تعاني من واحد المنشطه دارت البوز بزاف في الانترنت ونشوفوا الجديد تاعها قد متقدم الاخبار في اليمن. شوز امي ابزو ماتون دو ابغلي جورنال بريزونتي بار سارا بيي سولو سولوغو وي بور لو كانديدا دولا كونكورد ناسيونال زيلكسيو بريزيدونسيال سي بي عبدو منصور. صح هذه ولا تقدم كل يوم وتجوز كل يوم في الجي تي تاعهم فرنسي في اليمن بدون تعليقات شيخ مليحه مستوى هذه والله نفس نفس التعليق بدون تعليق مش تعرفهم باللي في اليمن كاين زوج عباد يهضروا فرنسي برك رد لهم هذوك اللي شفتهم فوالا الاخرين ماهمش فاهمين ليسونسيال كاين ديمقراطيه ديمقراطيه نبقاو غير ثم قدم اليمن في الاردن واش صرا في البرلمان تاعهم بعزيز نشوفوا والله ما سمعتك راني نثقف في الميسيون يا سلام يا سلام ما كانت بو فاش عجبني هذا كي سلكوهم باش ولا زعما يضارب الاخر اللي ملي انا واش عجبني هذاك تقول كومونتاتور تاع ما ايه تدخل حفيد الراجل تاع هذا اسكو كاين ديمقراطيه في الجزائر ولا ما كاش ازال اسنا كي يضربوا شوف لا لا هذو غير يضربوا احنا في الجزائر ما يدير والو مي احنا بن يونس هضرنا على الديمقراطيه وقال لنا واش كاين في الجزائر واش ما كاش واش قال بن يونس شوفوا واش قال بن يونس لو كان بوتفليقه ديمقراطي نظن باللي هذه الحصه ما نديروهاش واش السؤال مش ديمقراطي لو كان بوتفليقه ديمقراطي الحصه ما نديروهاش لابسوس ريفيلاتور دوك من عندهم جات صاحبك بن يونس نقدر نعلق علق استاذ لا شوف لا ماشي صاحبي نعرفو عرفتو خطاو زكي كان في المعارضه عرفتو كاع في كي كان عرفتو انا في وقت لير سي دي كان اسمه ماشي صاحبي ولا عرفو مليح مي ملي ولا وزير ما لقيتوش ما نعرفو ما ولا مليح واش حبيت تعلق استاذ يعني يعطيك الصحة عجبتني حاجة باش على الأقل نشوف باللي احنا رانا بلو سيفيليزي حاجة يعني نروحوا يعني الحاجات اون شيرش توجور واحد على الفقاقير الآخر على كذا يعني ماهمش ملائكة عطرة لسان هذه بشر كيما أنت يغلط يتنيرفا يصوق يتنيرفا ثاني يدير غلطات يعني المهم نزيدوا نسمعوا البقية الشتاء حسون أنا نقول لك باللي حتى واحد حتى بالك حتى واحد ما يؤمن بالديمقراطيه في الجزائر قالوا خرجت ناتيرا خلاص الشتاء وانواعها في الجزائر يقال ان الشتاء لا دين لها يقال ايضا ان الشتاء لا وطن لها وي هذا كرونسي بالكاميون نشريه واش دير به؟ قليل واش راني نخدم لبلادي قليل مليون ونص مات انا الا شيت ولي ما شيت له صباط الرئيس او قالها تاع الجزائر قالها بعد شي بلادي ما عندي الا هذه البلاد انا والديمقراطيه تمشي على زوج جوايع يعني تقول نسيت ما يقولوا لك والو انا ما ندير والو يقولوا لي تاسك علاه تراك نقول لك علاه انا اسمح لي نجاوب تفضل تفضل نص دقيقه بيان سور تراك تفيزي من على 50 سنه باسكو لاجيلي ما بقاتليش 50 سنه لا سامح لي لا بصح تبقى على ذكرت لي المطرب راهو قرون رشيد قسنطيني يعني على الرصيد تاعك راك تخمم في الجيل اللي راه على 50 سنه هل يتقبل واش كنت تغني ولا لا؟ لان الجزائر 2014 ليست الجزائر تاع 2002. تا الشيخ قلت لك ديريكت الشيخ بصراحه قلت نشيت انا شيت لدولتي الناس ماتوا على الدوله هذه ماتت يا اخي العزيز صح معليش المشكل ماشي انه تشيت ولا ما تشيت خير اسكو تشيت بهذه ولا بوحده صغيره لا نزيد كبروا لي اذا كان لا لا شيخ عندك الشجاعة وقلتها انا نحبك تشوف الكاميرا شيخ وتقول لهم شيت وافتخر بيان سور الوطني شوف لهنايا وي انا نشيت لدولتي مليون ونص ماتت ماشي شيتت انا نشيت فقط باه تكون عندي دولة جزائرية ديمقراطية شعبية حبس هنا نروح للسي بعزيز كاميرا قدامك نقول له يا سي مازن لوكا عندي الشجاعة تاعك ما نخدش نشيت ما تربيتش هكذا ما نعرفش ماذا بيا يلا
شكرا للشتاء انواع كما قلت. نبداو باول نوع من الشتاء، هو شتاء خطيره لكنها يعني مرحله متقدمه تاع الشتاء. نشوفوا الصوره، يعيطوا لها الشتاء البوسيه، هذه يعني الشتاء بالبوس، فهمتنا؟ هذا باسوه شيتون، هذا النوع الاول. عندنا النوع الثاني هو اخطر شويه من هذا، والشتاء البطنيه بالكرش. بالكرش يعني دي ولا الكرشيه دير تصاور تاع بالجل. عندنا ثالثا الشتاء الشتميه، وهي الشتاء بالشتم. شوفوها، احنا المترشح تاعنا تعرفوه هو السي عبد العزيز بوتفليقه، الله يرحم الشهداء، تحيا الجزائر ونعلبوا اللي ما يحبناش. نعم نعلبوا اللي ما يحبناش. انت تحبوه شكون؟ با 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 بن يونس. انا بون اما ما نحبو ما نكرهو انا ما نحبوش. قالك هو قالك نعلبوك ليه؟ من فيريتي انا نقول لك الحق، انا ما نتبعهمش قاعد، انا فاسيتي صافي ان مومون، سي بور ساك حبست معاهم. حبست معاهم باسكو هذه هضره ماشي، هذه ماشي من قيمه مينيستر هذه تقول هذه الميح. يلا انا نقول له ما نحبكش يلا روح الصوره بدون تعليق. مازال انا جاي. انواع الشتاء كثيره. هناك الشتاء الجماعيه اللي تندار جماعه، وهذه نشوفوا ما عيطولوش لهنا. اش بعيطو لك هنا الشيخ؟ الحقيقة أنا شيت على المباشر هادو ما عندي. نحيي اللي فكر فيا وبعزيز، يعني شوف الديمقراطية. أنا فكرت فيكم. نقول لك علاه. اتجاه المعاكس. هذه هي. واحد هكذا واحد هكذا، بارك الله فيك. وإنما هادو دوالك في شيتا الشيخ. لا لا ما ما لا يقدروش. ماشي ما مالوش. ماشي قضية شيتا هادو، ما يعني غنية داروها بالمناسبة. نرجع ما عقبتش انا على عمارة بن يونس. هذه الغلطه كل ما يعني دانييرمون هولاند قامت القيامه، على بالك نكته حب يقول يعني يضحك الناس، يا صاحبي يعني البلدان اللي فاتونا في الديمقراطيه، وانما ما قامتش القيامه. احنا هذيك في الحقيقه يعني كوزن هو يقدر يعني يجنبها، وانما عثرت ما يقولهاش مش بواحد الحيويه كان يعني في كي يكون مقابلك جمهور، سبحانه اللي ما يساوي لا ينام. انا صراو لي غلطات ما شافت حتى المسرات فتش غلطات في مع الجمهور. سي ديفيرون ما بين واحد قاعد هكذا بيناتنا اربعه الحاج ونفك وكاين المقص من بعد، نو سي با باراي اون ديريكت. صرات له غلطه بعزيز نهار قال لو تيريتوار لو سول تيريتوار انديبوندون هو لا كابيلي اللي تلقى. ها كاينه ولا نو؟ قلت بزاف مي ماشي سمعي ما جو ريغريت با جاسوم بيان سور. سيتي دون ان نيمون بيان سور دو لومور جو فيزي دو لومور. مي انا ما كنتش مينيست ولا انا شونتور، مي هذا عنده مسؤوليه، ما يقولش على هذا اللي ما يحبناش. سافيغ تو ايكارت لي جون اللي ماشي موافقين معاك اللي ما يشيتوش، سافيغ سي دي جون كش تقول. وبما انت كي هضرت على منطقه القبائل بعزيز نشهد لك انه هضرت فيما يخص حريه التعبير. حريه التعبير بيان سو عشت معه بيان سو، ومن بعد حتى القبائل عندما نتكلموا المنطقه تبدلت وتبدلوا اراء وتبدلوا العقليه وتبدلوا الناس. وكان تاع تاع الزمان كي كنا اون فاز مان على ليبوك كانوا الحق كنت مع ان كادر اللي كان فريمون فاهم على باله واش يحب واش يحوس، وكما فهمناش بزاف حاجات. شوف انا حبيت نضيف كلمه الله يخليكم، انا لما وجدت غنيه السعيد سعدي او مازال ربما يسمع فيا نحيي بالمناسبه، هي عندها مده سنين، هذا قالوا لما جيت تمازيغ قال لي كانوا في بجايه اون رينيون ميديكالك ميتينغ ميتينغ ميتينغ، دخل دار الاغنيه تاعي فوتو على السعدي لكم مصير البلاد، درتها ايما حبوا هذيك القديمه هذيك فوتو على السعدي قال لكم مصير البلاد راهو في يدي، نخرجها من الازمه نعطيكم عهدي، جانو ديناميك المستوى عالي دكتور فري ديمقراطيك يردها خير من لاميريك الجزائر قصدي، اللي فوتي على السعيد راه يعيش سعيد قولوا معايا فيف لارسيدي داروها وبداو الغنوة. كونفينكو شيخ مقتنع به. في الجزائر لو كان يعني كان انا كنت نغني في تل أفيف. انا في لجيري السيد وين عنده حزب. بصح علاش مرحب بلا ديمقراطية. مادام تغني على جاب الله غدوة؟
عبد الله جاب الله تغني عليه؟ انا لا انا عندي فني نوع خاص بيا. نوع من الاشخاص. شوف قضيه اللغويه ولا دينيه انا ضد ملك الجميع. معليش هو الا عندك برنامج نغني لك سي فوزافي ان بروغرام ميو نغني لك سي فوزافي اوترو شوز نعطيك الفيستا تاعي تلبسها هذا ملكي اللغه ملكي والدين ملكي. صح انا فاني نقدر 40 مليون ديرها مال حزب ديني او 40 مليون دير حزب لغوي لغوي يعني باش نفرقوا 1905 فرنسا خرجت يعني من الانجليز 1905 يعني الانجليز لا لا سيتي اكارتي تبقى لا بوليتيك وحده مفهومه اعطيني برنامج اقنعني لا عندك برنامج سي اوكي البرنامج عند مروان البرنامج تاعك وهذا النوع من الشيتا يعيطوا له شيتا مباشره او شيتا اونت وانا نحب هذا الشيتا نشوفوها صباح الخير بابا صباح النور بنتي راك نوت بكري اليوم نظن في خطا الفوت نعم بنتي اديني معاك نفوطي لا مازلتي صغيره لا فوتي في بلاصتي افلان وانا علي من رايح نفوطي مضاري نفوطي افلان نبقى افلان والعارفه خير من التالفه ما قدوش نتبعوك دوك مع سعيد سعدي دوك انا لازم يتبعك واحد جزائريين هذه الجزائر ميلونج كاين ميلونج كاين لغه نهضروا فرنسي صاب العربيه نهضروا هذه هي الجزائر احنا بلادنا راهي سميدنا في دقيقنا قلتها ما عده مرات يعني انا نفضلك على جورنياليتي الله يسلمك لانك وليد بلادي الله يسلمك انا عندي بعزيز وقمه الله هذه ما نشاطرش الناس اللي قلبت له من الفيستا هنا انا ما انا دبلو فاز فيستا لا 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 راهو فيزي راهو صحه سبحان الله شو هذه سلو الفنان ما ناش عندنا كونطرا مع انسان شخص معين يعطيك الصحه شيخنا نروحوا للصوره الاخيره مازال الصوره جايه انا برحب نسقسي على هذيك الطفله شكون هذيك اللي كانت معك هذيك بنت بنتي كبرت دوكا ولا هذا باش ما نخلصش بزاف لي فري صح عندنا مصطفى اخر نوع من الشيتا يلا ونختم بسرعه هو الشيتا اللي ما تقدرش تعرف اسكو هذه شيتا ولا ماشي شيتا واعره بزاف ويا اخطر شيتا فلو فوالا نشوفوا هذا النوع تاع الشيتا نشوفوه جوعني بنري وتزول فوق دماغي لقيتو كيف نجري تمنيت نعيش في بلادي طلعون ابني سوا راسي والله غانا بالغربة داتني ونولي ليك يا بلادي واه رضيتو بلادي نبيك رضيتو بلادي نبيك رضيتو واش عمرو فيك انت بالك شحال كان عندك بسناكي غنينا هذي والله يعطيني برك الاخر نقول لك هذي 97 كتب داها 98 شحال كان عندك بسنا عندي 8 سنين كان عندك 8 سنين كان يديك باباك للجامعة ليكول ويخبيك وكاع انا كتبنا الغنيه ما سمعكش تقول سامح لي بوغ اون فوا انا قلت ما نش عارفين با شيتا باسكو ولا هذه شيتا ما لا واش بقى هذه نهار اللي واسمو كانت الجزائر تبكي كنا نبكيو على الجزائر نخرجوا كانوا يموتوا اصحاب واصدقاء تاعنا والبوليسيه يموتوا تو لي جوغ واسمو باش وصعب باش لا يمت كاع الفنانين باش عطيناه ميساج وما كانتش هنا ندير نقطه نظام بعزي سمح لي وكنت ممنوع سامح لي افيك جو ريسبكت ليمور وكاع مي سافا لا بعزيز انا قلت ما ناش عارفين هذا فكرني شو جي كون جي فيو جي بعزيز بعزيز هنا ندير نقطه نظام الشيخ سمح لي ونقول انه في هذيك الايام وين كان الظلام الحالك يا في دي زومي دي فام الجيريان اللي قروا يجمعوا ناس وجماعه ويغنيوا على هذا الشيء كانوا ناس والله غير هربوا من الجوع لي بيدوري والقزول فوق دمي لا ديكتاتور مي مالغري تو فيف لالجيري يا الجزائري فيك الناس حربوا عليك الشمس حبوا يرميوك في واد فهمت كيفاش اون بارلي لالجيري سا فو دير ديجا لي تي ساتيريك جو دير باردون ماشي ساتيريك لي تي ديجا انجاجي نو هنا بور فير لو دوت اي وانا توت ما في لي جون سيتي كوم سا بعزيز ما عندهم اوكين بروف مي كول لي تروك كوم لا دونيير شونسون تاع بلادي يا بلادي انا غنيت بلادي واسمها بلادي وما الشيخ راهو يا خويا اونيت قال لا فعلا قال لا خر انا لو كان نتبع حزب نالي تبعت حزب انا تبعت حزب خرجت معاه في الاخر بكره روح نودين بكره روح وخرجت معاه في التلفزيون وخرجت اسمه يا با بروبليم انا كنت في الاول اوائل بعد بون كي شفت بلي ما يناسبنيش ماشي الحزب ما يناسبنيش الحياه تاع بوليتيك هذه ما تناسبنيش جبت يا خويا اوكي كنت اونيت انا حبيت معليش شوف شيت البازيز شيت لك ونسلم عليك باسكو انا قلت تحب البلاد لا نو باسكو نو انت على بالي انت على بالي درتها بيان سور من قلبك وخدم وجو ريسبكت لو ترافاي اسمك كريم سمير مروان
تفتح الباب لي باسكو ظلموني بزاف على هادشي. حبيت تعبر جوستو. ما نحبش تفتح لهم باب فيه اغنيه كما هذه. انا شوف على بالي بهم. نختموا بالشيخ مفهومه. انا نقول كلمه على الاغنيه هذه. هذه اون شونسون اونجاجي نوتر. هذه سي لارجيري. واش رايك في ليكول الجيريه المدرسه الجزائريه؟ وانا نقول لك الحق قبل الفوندامونتال نهضر بصراحه يا اخي. انا قبل الفوندامونتال نقول لك انا جو سوي ايسو دو ليكول الجيريان. تعلمت الفرنسي. تعلمت التفتح تعلمت اسمه ان سيرتي بيريود ومن بعد كي جا الفوندامونتال ما سكرنا ومن بعد كي ولا سيستم تاع لارابيزاسيون اللي حاولنا الاخر وكاع كان زمان الشيخ ولا كان الفرنسي والعرب كيف لا ميم كويفيسيون كنا ومن بعد جاو ناس قال لك لا الفرنسي راهي هكذا هو اسمه فما تخلطت مي حنا كنا انت سي بيان لو مو تخلطت دوك حنا نتكلموا هنا بلغه الشارع العاميه وانما نرجعوا لا بيرسوناليتي دو لانديفيدو اما واما عندك شخصية افيك تو مي ريسبي الجماعة ضربتني فيسبا تروح تفرط الريطوار جا لومبينونس داتني في باري هضروها وفنانين زعما في فنانين كبار نجوم انا يا خويا جيب لي ترجمان بار برانسيب عندنا زوج لغات في الجزائر الامازيغية والعربية اما دوك عندنا زوج حبة من حبة وكراهة من كراهة زوج الناس هاي تدرس راهي جامعات راهي شوية با سبيسيال دا لا ماتيير وانما رايت استنى على المهم شيخنا إن شاء الله. المهم شيخنا انا جبت واحد التلميذين يحكوا لنا شويه كيفاش يجوزوا اليوم تاعهم في المدرسه واش رايهم في المدرسه الجزائريه نرحبوا بهم. العطله 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 عمو مصطفى نقول لك واش قالت لنا المعلمه تاعنا واش قالت لكم؟ قالت لنا راجعوا مليح في العطله باش ما نديروش اخطاء في العربية كيما طاطا بن غبريت يا مامي على ولدي عنديش بزاف بغيت نسلك دير استدراك عند من؟ عند محمد عجالو بارفان ما يعرفش كاع يقري هذاك بارفان انا نروح نقرا عند مراكشي ولا هذاك الجابوني صح اسمع وزيرة التربية اش قالت اسمع واش قالت وزيرة التربية اسمع الأستاذة العظيمة والله اي شنو غادي لا 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 وزيرة التعليم والتربية ما تعرف كلمة بالعربية أستاذة كبيرة لا نورية خلت المسيد في الأمية السيب ندوزي ليعاود ويزيد في المدرسة الأساسية هذا تعريب وهذا تخريب من الابتدائي للثانوية شكرا نوقف الشكر يا بن غبريط شكرا نوقف الشكر شبعتينا بفريد دخلتي الرشوة والمحسوبية من السيزيا من الباكالوريا العتابة وزيد الرشا خرجوا بهايم هذه هي الكرطاب الديل تعوج ظهري المسيدة بعيد مضلغي نجري في كشف النقاط غي الصفرية أستاذ كبير يقري فيا شكرا وألف الشكر يا بن غبريط شكرا وألف الشكر بعينا غبريط معلم صباط مقطع صدر معري أنا يا الله وفقنا يا الله ملقاش واش يا كل عشية استرنا يا الله واسترنا يا الله ومن الإضراب ضيع صغري واسترنا يا الله واسترنا يا الله مش وماش نلقى كبري واسترنا يا الله 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 لا 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 عجب هذاك عمي مازوني
هذه هي جوج كلمه فقط عزيزي غانا كذلك تاع انتغليسي هذيك بين ثانويه بين ثانويات هذه كلمه حسب التشجيع تاع الكلمات نعتبره التشجيع لازم لي كي نخرج نشري طرفه ونعلق روحي شحال تعطيه النقطه شحال تعطيه النقطه بين ثانوية من الله روحي وردها لي صحراء صفر هبط للصفر انايا شكرا له ألف شكر يا المازولي شكرا له ألف شكرا خلي زيد يعقب عقب بابا عزيز لا مليحة فرانشمون سي تري بيان بون أنا ما نعرفهاش وزارة التربية وشنو نقول باللي كمام واحد لازم كنتوا تزيدوا له شوية باسكو هو Il était responsable plus que Had Ben Bouzid. Ben Bouzid, bien sûr. Ah oui, Aoud parce que ah, je ne pense pas. هي انا ما نعرفهاش ولا ما نعرفها ماشي ندافع عليها ما نقول بلي ماشي هي بتتخرج تحميها. اوكي نصر يعطيك الصحه خونا فاضل يعطيك الصحه التلحين كان للزميل عبد القادر صوفي يعطيكم الصحه سلامه يعطيكم الصحه راح نقول لك كلمه اخيره شيخنا تفضل تفضل انت بكلمه اخيره انا واش الحقيقه على روحكم بعد هذا لا يعني هذه نشعر باللي بدينا الحمد لله الجزائر في الديمقراطيه الحمد لله هذه اشاره من اشارات قلت كلمه صح صح عجبتني قبل اليوم ما تقدرش تهضر على هذا الكلام هذه ديفاماسيون راهي فيها عقوبه وفيها كذا يعني اليوم هذه اشاره من الاشارات مازال الشيخ رانا نجوز الايميسيون مازال عقوبه رانا ان شاء الله لا معليش رانا نتعلم يعني كي نقارن روحنا مع صح صح مع الغير يعني مفهومه يعطيك الصحه ان شاء الله شرفتنا بارك الله فيك بارك الله شرفنا ساعة صدرك القناه راهي يعني نشاهدوها تقريبا يوميا يعطيك الصحة بارك الله فيكم خاصة أنت 10 على 10 يعطيك الصحة بارك الله فيك سي بعزيز كلمة أحب تقول شوي تري كونتون باش لي روبريك شفت كيف يقولوا تفتوا هذا كما قال الشيخ لوفيرتور ديسبري والكلام بلا سونسور بلا فرانشمون شوي تري كونتون سي مون إليمون حنا أون أريفي دون ألجيري كوم سا بالك حنا بدينا شوية هكذا الحمد لله يا ربي بدات تبان شويه نهضر علينا على ليبرتي ديكسبرسيون قال الحمد لله سونتي تري زاليز انت ما نضيف ما كانش هذه يضرب بالفيستا هذه الانسان لازم نشوف الفيستا هذه كلمه اخيره شوف ليا هذه الانسان الفنان راك تعرف داري اكثر مني بالا في بعض الامور دائما يتحسن بيان سور في كلش مفهوم هذا ما هو يعطيكم الصحه بين زوج يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه ميرسي بوكو نقول تحيه للجزائر مالغري تو او فيف لالجيري والجيري مون امور مالغري تو ما ماشي سنا واش يلا قول مالغري تو ما فهمتهاش ما نخدموش بصح الان بان نسقسيك يعني مباشر لا الجمهور الجمهور راه يسمع فينا نديروها في الجزء الثاني مالغري تو مالغري واش عملوا فيك تزير واش عملوا فينا تحب في زوج دقائق نقول لك علاش مالغري تو باسكو بلاد ماشي سهله وسمي شوف تربينا بلا ما تربينا بلا سيكوريتي تربينا بلا خدمه تربينا بالجوع تربينا بالشر تربينا بالخوف تربينا بالبيستون بالحقره بلا سي با فاسيل مالغري تو يحيى بلادي سي با سي با نروحوا نروحوا شيخنا راك طحت في النوع نتاعي خلصني اعطيني تشيبات يعطيكم الصحه سي مازوني ميرسي بوكو بعزيز مروان يعطيكم الصحه صام في بليزير الحق كانوا معنا هايلين كل واحد تقبل الاخر رغم انه مختلفين كيما حنا كاع مختلفين وهذه هي تقدير الفنانين مالغري تو تحيه الجزائر تحيه الفنانين ديولا اللي بينوا انهم احسن بكثير من السياسيين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته